الفصل الأول. المنظر. صباح يوم مشرق من أيام شهر مايو، مكتب المستر يوليوس ساجامور المحامي الشاب، وهو عبارة عن غرفة قديمة رتب الأثاث فيها بحيث جلس المستر ساجامور تحت النافذة وظهره تجاهها، وجانبه الأيسر يواجه الداخل إلى الغرفة حيث يجلس الزبائن في مواجهة النافذة، ويظهر أمامهم ظلال يعكسها الضوء لجسم المستر ساجامور. في الحائط المواجه للمكتب مدفأة، وفوقها صورة دقيقة لأحد القضاة، وعلى الحائط الأيمن حيث يبدو الباب في آخره صورة أخرى لأحد القضاة، وبجوارها رفوف مليئة بكتب القانون، وفي الحائط الخلفي توجد النافذة الوحيدة الكبيرة، وإلى جوارها صناديق سوداء حديدية عليها أسماء الزبائن، كما يوجد 6 مقاعد، 4 منها تحت رفوف الكتب، والخامس يجلس عليه المستر ساجامور، أما السادس فيوجد بين المكتب والمدفأة في انتظار زبون جديد. نعم. اوه، ارسلها الي فورا. هل انت يونس ساجامور المحامي السادس ابن اخي المحامي السابق بونتفيك ساجامور؟ انا لم اعلن عن نفسي بانني تافه، ولكن بونتفيكس ساجامور كان عمي، وقد رجعت من أستراليا لأحاول جهد طاقتي الوصول إلى النجاح في عملي بالقدر الذي يجعل زبائنه يثقون بي. لقد سمعته يتحدث عنك، ولكنني بالطبع قلت إنك ما دمت قد رحلت إلى أستراليا فأنت تافه، ولكن هذا لا يهم في شيء لأن مهمتي بسيطة، فأنا أريد أن أكتب وصيتي وأترك كل ما أملك لزوجي، ولعلك لا تخطئ في هذا الأمر السهل اليسير. سوف أفعل كل ما أستطيع. هل تتفضلين بالجلوس؟ كلا، فإني قلقة، ولكن سوف أجلس حين أشعر بالتعب. كما تحبين، ولكن قبل أن أخط حرفا واحدا في هذه الوصية أرى من الضروري أن أعرف من هو زوجك. إن زوجي مغفل وسفيه، ويجب أن تكتب هذه الحقيقة في الوصية، وأن تضيف إليها أن تصرفاته دفعتني إلى الانتحار. ولكنك لم تنتحري بعد. سوف أنتحر بعد التوقيع على الوصية. بالطبع، مع شد غذائي. وما اسم زوجك؟ اسمه ألاستر فيت فاسندن. ماذا؟ بطل التنس والملاكم الشهير؟ هل تعرفه؟ إننا نسبح معا كل صباح في النادي. سوف أجعل لك هذا التعارف خضوة يسيرة عندي. ويحسن أن أخبرك أننا أصدقاء يا ميسيس فيت فاسندن. لا تقرن اسمه البغيض باسمي، واكتب في دفاترك إيفانيا أوغنسانتي دي براركا. أوه، لقد حصل لي الشرف العظيم، أستحلفك بالله أن تجلسي. اجلس أنت ولا تكثر من الضوضاء. كما تحبين. لقد كان أبوك رجلا عظيما يا سيدتي. بل كان أبي أعظم رجل في العالم، لكنه مات صعلوكا متسولا، وسوف لا أغفر للدنيا هذه الخطيئة الفظيعة. صعلوك متسول؟ إنني في ذهول يا سيدتي، فالناس جميعا يعرفون أنه ترك لك وأنت ابنته الوحيدة 30 مليونا من الجنيهات. يا للسخرية، وماذا كانت 30 مليونا بالنسبة إلي؟ لقد أضاع 150 مليونا، وتركني صعلوكة أملك 30 مليونا فقط، وكان هذا يحطم قلبه تحطيما. ما أسعفني في هذا العالم. ولك دخل يبلغ 1.5 مليون. لقد نسيت يا رجل واجبات الموت. إن دخلي 700,000 جنيه كل عام، فهل تفهم معنى ذلك بالنسبة لسيدة كان لها دخل مكون من 7 أرقام؟ يا للذل ويا للمهانة. لقد أزهقت روحي يا سيدة. وروحي أيضا في طريقها إلى الزواج، وليس لدي وقت لأبحث أمرك، أفهم؟ الانتحار، لقد نسيت حكايته. هل نسيتها حقا؟ إذا فابدأ الآن في التفكير لحظات، ثم اكتب الوصية وهاتها لأوقع عليها باسمي حتى أترك كل شيء لزوجي. أتريدين إذلاله؟ لا،
بل أريد تحطيمه، أريد إزالته من الوجود، أريد أن أجعله متسولا على ظهر حصان حتى يسعى بحصانه إلى الجحيم، لأن المال يملأ رأسه، وأنا أريد أن أمنحه المال لأقتله. وأنا أيضا رأيت أناسا حطمهم المال، ولكن هل أنت متأكدة من النتيجة؟ من يدري، فلعله يتزوج فتاة جميلة. لك حق، فإنه بعد شهر من تشييع جنازتي سوف يتزوج امرأة حقيرة تدعى بولي. اسم لطيف. إن اسمها الحقيقي باتريشيا سميث، ولكنها تكتب إليه خطابات موقعا عليها باسم بولي لتخدعني. يا لها من امرأة ملعونة. إنني أريد أن أعرف بولي. لماذا؟ إذا كان زوجك يفضلها عليك فإنها بلا شك تستحق المعرفة، وسوف أطلب إليه أن يعرفني بها. إنك لبق يا يوليوس ساجامور. هذا لا يهم. إذا أخذت هذه الورقة. ما هذا؟ هذه ورقة الانتحار، فإنه لا بد لك من التوقيع في دفتر الصيدلي ليعطيك السيانيد، وقولي له إنك تريدين السيانيد لعش النحل، كما أن حامض الطرطريق ليس مضرا، وقد يظن الصيدلي أنك تطلبينه لتصنع الليمونادة، وضعي كل منهما وحده في كوب ماء وأذيبيهما جيدا، ثم اخلطيهما معا واشربيهما، ولسوف تموتين ميتة مريحة لا عناء فيها. يبدو أنك تأخذ حكاية موتي في برود يا مستر ساجامور. لقد تعودت هذا يا سيدتي. أتريد أن تخبرني أن لك زبائن كثيرين قتلهم اليأس، وأنك تحتفظ لهم بمشورة دائمة تشبه تذكرة الطبيب؟ نعم، وهي مشورة منزهة عن الخطأ. وهل أنت متأكد من أنهم جميعا ماتوا بغير ألم وبسرعة؟ كلا، فإنهم جميعا أحياء. أحياء؟ إن مشورتك احتيال، ولكنها لا تضر على كل حال. كلا كلا، إنها سم قاتل، ولكنهم لا يتبعونها. لماذا؟ لست أدري، ولكنهم لم يتبعوا مشورتي أبدا. سوف أتبعها أنا، وأرجو أن تشنك بسبب هذه المشورة. أنا لست إلا محاميا لك، وأنت تقولين إنك سوف تنتحرين، وإنك جئت لاستشارتي، وأنا أفعل كل ما في طاقتي من أجلك حتى تستطيع الموت بغير إضاعة قدر كبير من الغاز أو القفز من النافذة إلى الطريق، وأنا لا أتقاضى أكثر من 6 شلينات و8 بنسات ثمنا للاستشارة. لترشدني إلى طريقة سهلة للانتحار. ليس اليوم بل الغد. ولماذا تؤجل عملك إلى الغد؟ قد تكون الاستشارة في الغد خيرا من اليوم، قد يحدث في الدنيا حدث سعيد هذا المساء أو في مساء الغد، نحن لسنا متعجلين. إنك بريد وحيوان وخنزير، إن حياتي ليست شيئا بالنسبة إليك، وأنت لا تسألني حتى عما دفعني إلى هذا، بل إنك تحصل على المال نتيجة موت زبائنك. هذا حق، فإن هناك مسؤوليات كثيرة تتعلق بموتك، ولسوف يأتي إلي زوجك ليسوي المشكلات. وأنت تتوقع أن أقتل نفسي لتحصل على مال بنفسي؟ ولكنك أنت التي تطلبين المشورة يا سيدتي. يا إلهي، أنا لم أسمع رجلا مثلك. ألا تعلم أنه حين توشك حياة امرأة أن تتحطم، فإنها تحتاج إلى قليل من الانسجام، لا إلى زجاجة من السم. الواقع أنني لا أستطيع الانسجام مع الموت، وأنا لا أحب الانتحار، ولكن إذا كان لا بد من الإقدام عليه فإنه من الخير أن يتم سريعا وبطريقة علمية. إنك لم تسأل ماذا صنع زوجي بي. إنه لا يهم ماذا صنع بك ما دمت تريدين الموت، وماذا يهم بعد الموت. إنك خنزير فظيع يا يوليوس ساجامور. ماذا يضيرك مني؟ إن الاستشارة سوف تنهي كل شيء. اللعنة على مشورتك، خذها أيها اللعين. هذا أمر محقق، والآن أراك تقذفين الحمام. ألا تجلسين وتخبرينني عن كل شيء؟ أتسمي صرخات قلب محطم قذفا للحمم؟ أتسميها كذلك؟ إنك ملعون. ماذا تريدين؟ ماذا تريدين أن تطلقي علي من أسماء؟ إنك لست رجلا، بل أنت خرتيت، وأنت أيضا مغفل. أنا لست إلا محاميا. أنت محام فاسد متعفن. إنك لست مهدبا لأنك تؤلمني وأنت تعلم أنني مهمومة، بل إنك تنصر زوجي علي، وليس فيك شيء من الرقة أو الفهم. إنك سمكة لها روح خنفسة سوداء. هتسمع قولي؟ نعم نعم أسمعك جيدا،
وأنا أهنئ نفسي لأنني سوف أجد في نفسي طاقات عظيمة للدفاع إذا منحتيني الشرف الرفيع وجعلتيني محاميك، لأنني سوف أحصي عليك ألوانا من القذف. لا إنك مخطئ، فإنني لا أقذف في حق أحد، وقد علمني أبي قوانين القذف، فإذا ناقشت عجزك عن سداد ديونك كان هذا قذفا، وإذا قلت إنك خائن لزوجتك كان هذا قذفا، ولكن إذا قلت إنك خرتيت وماذا تكون؟ ألست خرتيتا فظيعا؟ إن هذا سوء أدب، وأنا أحب سوء الأدب، ولكنني لا أقترف جريمة القذف. أليس هذا هو القانون؟ أنا لا أعلم الحقيقة، وسوف أبحث الأمر في كتب القانون. إنك لست في حاجة إلى بحث، وأنا أؤكد لك أن هذا هو القانون، وقد كان أبي يعلم المحامين القانون حين يحدث معه شيء ما، والمحامون لا يعرفون شيئا عن القانون، ولكنهم يمتازون بالمران الدائب. وقد كان أبي رجلا عظيما، وكان يصنع في كل يوم من أيام حياته أشياء لا يحلم بها إنسان، وأنا لست سيدة عظيمة، ولكنني ابنة أبي، إنني لست امرأة عادية، ويجب أن تأخذ عني القانون وأن تفعل ما أقوله لك تماما. إن هذا سوف ييسر العلاقة بيننا يا سيدتي. ويجب أن تعلم أنني لا أعرف المزاح، وأن لا سبيل إلى الضحك علي. وأنا لا أحلم بأن أضحك على زبونة لها دخل يبلغ ربع مليون من الجنيهات. هل تحب المزاح؟ أنا أحاول التحفظ في المزاح، ولكنني أخشى أن يكون عندي قليل منه، ولسوف يرضيك بصورة ما. إذن فإنني أخبرك في برود بعدد الفلتات القليلة التي حملتها كلماتي. عندك وغد لا قلب لك، إن كربي وعاري وإذلالي ومشاكلي المزعجة وفشلي الذي منيت به في حياتي كل ذلك يبدو أمامك شيئا مضحكا، ولولا أن أبي حثني على استخدام محام لا قلب له لخرجت من مكتبك ولحرمتك زبونة قد تحقق لك أعمالها مستقبلا زاهرة. ولكنني يا سيدتي العزيزة لا أعلم شيئا عن كربك وعارك والإذلال الذي لحقك في حياتك وبقية هذه الأشياء التي تتحدثين عنها، فكيف أضحك من أشياء لا علم لي بها؟ وإذا كان لي أن أضحك، هل ضحكت حقا يا سيدتي؟ فإني أؤكد لك أنني لا أضحك على سوء حظك، ولكنني أضحك عليك. أحقا أنا مضحكة في بأسائي؟ ولكن ما هي بأساؤك؟ ألا تتفضلين بالجلوس؟ يبدو أنك لا تحمل في رأسك إلا فكرة واحدة، هي أن يجلس زبائنك على المقاعد، وسوف أرضيك وأسكتك. أنا لا أستطيع الجلوس على كرسي مخلوع، فإن هذا يزعجني. اضحك اضحك يا مغفل يا هلفوت. هذا خير كرسي عندي، وقد كلفني 4 جنيهات. والآن هل تتفضلين بالجلوس؟ في رفق في رفق. و هل تتوقفين عن سبابي؟ وبعد ذلك لك الخيار في أن تخبريني عما حدث في الدنيا. إن تحطيم الكرسي هدأ أعصابي وأمتعني قليلا، ولقد أحسست أنني كسرت عنقك كما أحب أن أفعل. والآن استمع إلي. لا تقف هكذا على رأسي، اجلس على يسار كرسيك المكسور العين. حسنا، والآن هيا إلى الحديث. لقد كان أبي أعظم رجل في العالم، وكنت أنا وحيدة، وكان يخشى أن أتزوج زواجا فاشلا وأن أضيع المال الضئيل الذي تركه لي. 30 مليونا على وجه التحديد. لا تقاطعني، لقد أخذ أبي وعدا مني أنه إذا طلب إلي رجل أن أتزوجه فيجب أن أطلب إليه طلبا واحدا. وما هو هذا الطلب؟ أن أعطيه 150 جنيها. وعليه أن يعيدها إلي بعد 6 أشهر 50,000 من الجنيهات. فإذا استطاع ذلك كنت له، وإذا فشل فلن أرى وجهه مرة أخرى. ولقد عرفت الحكمة في هذا الاختبار، ولم يكن هناك أحد غير أبي يدرك أسرار هذه الحكمة الواقعية وهذا الاختبار البعيد عن العواطف. ولقد منحت أبي وعدا مقدسا بإنفاذ مشيئتي. وحطمت هذا الوعد المقدس كما يبدو لي. ماذا تعني؟
أنا أحطم وعدي المقدس؟ حسن، ولكنك تزوجت ألاستيس، وهو شخص لطيف عزيز، وهو خير من سلك طريقه في الحياة، ويبدو أنك تريدين إقناعي بأنه صنع 50,000 من الجنيهات في بضعة أشهر برأس مال قدره 150 جنيها. لقد فعل. وهو حكيم كما كان أبي حكيما، ولكنه ينسى أحيانا الأشياء الحكيمة التي يقولها بعد 5 دقائق من قوله لها. ولقد حذرني أبي من 90% من أصحاب الملايين الذين يصنعون أنفسهم، لأنهم مجرمون يصلون إلى 500 فرصة مقابل واحدة في حياتهم عن طريق الحظ. ولقد كان زوجي من هذا النوع من المجرمين. كلا كلا، إنه ليس من المجرمين. قد يكون مغفلا في عمله، ولكنه ليس مجرما. إنك مثل كل المحامين، تظن أنك تعرف عن زوجي أكثر مما أعرف. وقد قلت لك إنه رجع إلي بعد 6 أشهر وفي جيبه 50,000 من الجنيهات. وأقول لك إن حظ هذا الرجل فوق التصور، فهو يكسب دائما، يكسب في التنس ويكسب في الملاكمة، وقد كسبني وأنا أغنى وارثة في إنجلترا. ولكنك كنت موافقة، وإلا لما وضعته تحت الاختبار. ولماذا منحته 150 جنيها ليجرب حظه بها؟ الملاكمة هي التي جعلتني أقدم على هذا. الملاكمة؟ نعم، فإن أبي قال إن النساء يجب أن يكون قادرات على الدفاع عن أنفسهن ضد بهيمية الرجل، ولذلك جعلني أتعلم الملاكمة حتى أصبحت ملاكمة وشاركت في مباريات البطولة. ورأيت ألاستير يكسب أبطال الأوزان الثقيلة، ولا شك في أن له يدا لا تغلبها يد. ثم تزوجت رجلا لأن له يدا لا تغلب؟ مهلا، لقد كان وسيما، ولم تكن وسامته كغيره من الرجال. وأنا لا أتحدث عن الجاذبية، فإنه بعيد عنها جدا. حسن حسن، إنك لست في حاجة إلى الدخول في التفصيلات. سوف أفعل ذلك إذا أردت أنا، ولكن عملك كمحام يحتم عليك أن تعرف التفصيلات. ولقد أخطأت خطأ عجيبا، لأنني ظننت أن هذا الملاكم المزعج سوف يصبح حبيبا لطيفا، ولكنه كان لا يساوي شيئا في هذا المضمار، فكل مواهبه في عضلاته. ولست أنسى هذا اليوم من أيام شهر العسل حين أزعجني فاضطررت إلى استعمال عضلاتي، ولكنه لكمني في الجولة الأولى لكمة ألقتني بعيدا. وأنت، ألم يضربك ملاكم مرة في حياتك؟ لا والحمد لله، فإنني لست ملاكما. والعجيب أنه حين رأى وجهي متورما وجسمي ملقا على الأرض اضطرب حائرا، وقال إنه صنع ذلك بغير شعور كما تعود أن يفعل في حلبة الملاكمة. ولكن هذا لم يمنعه من تكرار هذه العملية حين يطول لساني وأفقد أعصابي. أنا لا أصدق أن زوجك يفعل هذا. إنني أنا التي كنت أطلب هذه الملاكمات، لأنها كانت تساعدني على ضبط أعصابي، وهذا من حسناته. ولا شك في أنه كان يؤدي العمل الصحيح وكنت أهنئه عليه. وماذا حدث إذن؟ ولماذا تريدين مفارقته؟ إنني أريد مفارقة نفسي، أريد معاقبة نفسي، لأنني اقترفت خطأ ضخما في حياتي حين ارتضيت الزواج بهذا الغبي. أنا إبيفانيا أوغنستانسي دي برارجا أرى نفسي أجمل امرأة في بريطانيا، يجب أن تتزوج أعظم رجل. ثم أصبح في النهاية أوزة تتزوج أرنبا متألقا. وماذا يعني هذا الأمر بالنسبة إلي؟ أليس هو الموت؟ والآن فكر في قصتي داخل إطار تغفيلك، لأنني لا أدري ماذا أريد، وهذه حالة غريبة تثير اضطراب عقلي وتفكيري، وأنا امرأة يجب أن تطلب دائما وأن تصل إلى ما تطلب. إنك سيدة قادرة. عن إذنك. نعم. لحظة واحدة، لا تترك السماعة. زوجك في الطبق الأسفل ومعه سيدة ويريدان مقابلتي. سيدة؟ دعهما يصعدان حالا. ولكن هل أثق في أنك تستطيعين ضبط أعصابك؟ إنك تستطيع أن تثق من لكمات زوجي، ادعوهما حالا كما قلت لك. أرسل المستر فيتس فاسندن والسيدة. سوف ترى الآن نوع المرأة التي هجرني أنا من أجلها. إن مشاعري تهتز، وأنا أعتقد أنها عبقرية الجمال. إبيفانيا، ماذا تصنعين هنا؟ لماذا لم تخبرني يا سيدي؟ ألا تقدم إلينا هذه الأنثى؟
اسمي باتريشيا سميث يا ميسيس فاسندن. ليس هكذا توقعين على خطاباتك فيما أعتقد. إيفانيا لا تبدأ المشاكسة. أنا لم أكن أتحدث إليك، بل كنت أتكلم مع المرأة. ليس لك حق في أن تطلقي عليها اسم امرأة. والآن يا عزيزي لقد وعدتني وعدك أنت؟ أي حق له جعله يمنحك وعدا؟ وكيف استطاع أن يعدك؟ وكيف استطعت أنت أن تأخذي منه وعدا؟ أنا لا أريد إلا ما قلت. هذا لا يهمك يا أنسة سميث، أليس كذلك؟ أنا لا يهمني هذا الهدر، فقد كانت أختي لها مثل هذه الأخلاق. أختك؟ أتجرئين على مقارنة أختك بي أنا؟ في حالة واحدة فقط، عندما كانت تصل إلى النهاية العميقة، وأنت لا تفهمين هذا. أعرفني بالأستاذ عزيزي ألاستر؟ أوه لا، قد نسيت. حضرته الأستاذ يوليوس ساجامور المحامي، حضرتها الآنسة سميث. بوليسي دي ستوكينج، هذا هو اسم المستعار يا مستر ساجامور، ولكن سميث هو اسم عائلتي كما قال أبي العجوز الحكيم. إن لها أبا حكيما، هذا هو آخر ما يسمع. ألا تجلسين يا آنسة سميث؟ يا للعجب، ماذا حدث لهذا الكرسي؟ هذا ما أحدثته أنا بالكرسي، فليكن نذيرا لك. إنها كما ترى يا أستاذ ساجامور تتصرف هكذا مع ألس. إنك لست في حاجة إلى شرح، فقد شرحت كل شيء للأستاذ، ولك أن تتكلمي عن زوجي مستر فاسندن أثناء وجودي ووجود الإسلام. إنك لا تريدين أحدا يتكلم يا إبتسام. أنا لا أمنعك ولا أمنع أحدا سواك من الكلام، وإذا كنت تريد أن تتكلم عن نفسك فقل ما تريد. ويجب أن تعلمي أنك يجب أن تتواضعي عزيزتي. عزيزتي، إنك تفهمين الدنيا بتفكيرك الخاص، ودنياي ليست دنياك، وكل امرأة لها دنياها الخاصة التي تتفق مع روحها. اسمع يا مستر ساجامور، لقد تزوجت هذا الرجل وضممته إلى دنياي، وهي دنيا تخيلت الناس فيها أبطالا وقديسين، وتزوجته قبل أن أسمح لرجل بالدخول في حياتي، وأخذته ليكون بطلا قديسا حبيبا في رجل واحد. أما ما أصبح هو في الواقع فأنت تراه بعينيك. إنني مضطر إلى الوقوف هكذا. نعم، اضربني واجعلها ترى كيف تكون لكمات وأطلعها على طريقة معاملتك للنساء. ملعونة ملعونة. لا تخرج عن طورك يا ألاستر، فإنك بهذا تضع نفسك في وضع خاطئ أمام الأستاذ ساجامور، ويحسن بك أن تعود إلى البيت وتتركني لأتفاهم معها. يحسن بك ألا تتحدثي عني قائلة أتفاهم معها، فأنا المسيس فاسندن ولست مجهولة الاسم. آسفة، ولكن اسمك صعب النطق. ألا تعتقد يا مستر ساجامور أنه من الأفضل أن يذهب ألاستر؟ كما أنه ليس من الصواب أن نتناقش هنا حوله وهو موجود معنا، وفوق ذلك فإنه لم ينم طيلة ليلة أمس. وكيف عرفت ذلك؟ يا للسماء. لا يهمك كيف عرف، فقد عرف. لقد كانت طاهرة الزي، ولكن إلى أين أذهب حين تطردينني من البيت بمشاكساتك؟ أتذهب إليها؟ أنا أذهب إلى آنسة سميث، فهي ليست مجهولة الاسم كما تعرفين. أنا أذهب حيث أجد السلام والرحمة عند حبيبة الحلوة بولي. لست مستعدة للمزاح، ولكن هذا الحديث يدفعني إلى التفكر. فأنت تتركني لتمضي ليلتك بين أحضان الآنسة؟ كلا، وقد قلت لك إنها طاهرة الزي. هل كان بين أحضانك أم لم يكن؟ نعم كان بين أحضاني فترة قصيرة، ولكن ليس بالطريقة التي تقصدين. لعله كان سمكة عديمة الشعور كما أعرفه. ولكن ماذا أقول عن رجل يهرب من البيت حينما كنت على وشك الاعتذار له، وكنت معتزمة أن أمنحه ليلة لم يرى مثلها، ولكنه غبي مغفل. تعتذرين لي؟ تعتذرين لي عن أي شيء؟ وماذا فعلت أنا حين هجمت علي؟ أنا لم أهجم عليك، وأنا لم أفقد مشاعري تحت ضغط أخطائك الشنيعة. لم يكن هناك أخطاء، ولكنك طردتني من البيت. أنا لم أترك ولم أقصد خروجك، ولكنها أنانيتك، وأنت تعرف أنك سوف تذهب إلى بولي، ولكنني لم أجد أحدا لأن أدريان كان خارج المدينة. أدريان؟ هذه عقدة جديدة، من هو أدريان؟ أدريان هو زوج ليلة الأحد للسيدة يا مستر ساجامور. من؟ ماذا تقولين؟ زوجك ليلة الأحد، وأنت تفهمين، وكما يكون المستر أدريان لك كان ألاستر لي. أنا لا أتابعكما بدقة، من يكون المستر أدريان يا سيدتي إذا كان لي أن أسأل؟
انه شاب اناقش معه الموضوعات التي ترتفع فوق مستوى تفكير زوجي. انه شاب تبدو عليه ملامح الذكاء لان اباه كان ناشرا وهو عاشق لها لان عندها طباخا ماهرا وهو لا يعنى الا بالاكل وهو يأتي دائما في مواعيد الطعام. قد سميته بالمفجوع وقد حاولت الإيقاع به لولا أن شغلتني عنه بولي. هو ما أحلاك يا سيدي. إن الأمر يختلف، فإن أدريان يعبد الأرض التي أمشي عليها وهذا حق، ولو أنك اعتقدت أن بولي تعبد الأرض التي تمشي أنت عليها فخدعتك. فهي لا تعرف أنك تشتري من ضرائب المال. إنني لا أخذ شيئا، وأخشى أن أقول لك إنه يريد أن يمنحني الأشياء الجميلة التي لا أستطيع فيها، ولكنني أقول كلا بولي، فإنك نفسية تنتهب وأنا دائما أحاول أن أعرف كل شيء. تحقدين على أموالي أكثر من حقك. أنت مؤسسة عادي، وأنت زوجة ليلة الأحد كما أحب. كلا، وأنا أؤكد لك أنك زوجة ليلة الأحد، أما أنا فإنني أعد له ملابسه وأطلب إليه أن يقص شعره. حقا إن الإنسان ذكي جدا، وهو يحب أن يسند عمل كل شيء إلى نفسه. أنت لا تفهمين الرجال، فهم يتلذذون بأشياء تافهة ويهملون أنفسهم، ويجب أن يجدوا نساء يعنين بهم. وأنت ترى يا مستر سجامور أن الأمر يسير على هذا المنوال. فهناك نوعان من الناس في الدنيا، أولهما يستطيع الناس كلهم أن يعيشوا معهم، والنوع الثاني لا يستطيع أحد الحياة معهم، وقد يكونون في منتهى الجمال والفخامة، وقد يكونون خياليين، ولكنهم يستطيعون أن يجعلوا الرجل أو المرأة سعيدا لمدة نصف ساعة فقط حين يكونون في حالة رضا. ولكنك إذا حاولت الحياة معهم فإنهم يأكلون حياتك كلها ويجعلونك تجري خلفهم دائما، أو تتشاجر معهم، أو تعتمد عليهم بطريقة ما. وأنت لا تستطيع أن تعيش لنفسك أبدا كما يفعل أزواج وزوجات ليلة الأحد الذين يصنعون الحب والهيام، وهم في هذه الحالة سعداء، ولكنهم لا يستطيعون الحياة في النهار كما يعيش الأزواج والزوجات. ولهذا فأنا زوجة ليلة الأحد، أما أنت فمن تكونين يا قديسة؟ أنا ملاك في البيت إذا عرفت حقيقتي. نعم يا عزيزتي أنت ملاك. هذا حسن، فما أنت إلا ممسحة الباب. إن ممسحة الباب هي التي تمنع عن البيت القذارة يا عزيزتي. نعم، من تقولين؟ مستر بلاندر بلان؟ أدريان، كيف عرف أنني هنا؟ دع الرجل ينتظر. تستطيعين أن تحدثيني عنه يا ميسيس فاسندن؟ هل هو رئيس شركة بلاندر بلاند للنشر؟ كلا، إن أباه هو مدير الشركة وهو الذي أنشأها. أما أدريان فلا عمل له إلا رئاسة 15 رئيسا في الشركة، وذلك استغلال لشهرة أبيه، وهو يوجه إليهم أوامره فقط. كوني لطيفة معه يا عزيزتي، فإنه لا يوجد رجل في لندن يستطيع التلذذ بالطعام مثله، وهذا ما يجعله على رأس المدينة. أشكرك، لقد عرفت قيمته. هل أدعوه إلينا؟ بكل تأكيد، فإنني أريد أن أعرف ما الذي أتى به إلى هذا المكان. لا أعتقد أنك قد فهمت أنني أدركت شيئا عن علاقاته بزوجتي على أي صورة من الصور. إنها علاقات بريئة كما يمكن أن تكون. وأنا لا أخدع أحدا، ولكنني أحب أدريان وهو يدفعني إلى هذا الحب بخصائصه الشخصية. هذا هو كل ما في الموضوع. ابعث إلينا مستر أدريان. سوف ترين الآن الآفة التي فرقت بيني وبين زوجتي. لا أتصور يا عزيزي أن هناك رجلا يستطيع أن يفرق بينك وبين أي امرأة. هل تستطيعين الإقلاع عن تهتكك حين يأتي إلينا؟ من أين أتيتم جميعا؟ صباح الخير يا ميسيس فاسندن، وكيف حالك ألاستر؟ لم أكن أعرف أنك مشغول يا أستاذ سجامور. إن قدومك فرصة سانحة، فهل تتفضل بالجلوس؟ أشكرك.
وأرجو ألا أكون قد أزعجت السيدة. عفوا يا سيدي، لا تفكر في أمري. الآنسة سميث، صديقة حميمة للمستر فاسندن. هلو. أؤكد أنني سعيدة بلقائك. الحقيقة أن السيدة فاسندن ذكرت لي اسمك يا مستر ساجامور على أنك المحامي الجديد لها. ولذلك فأنني أردت أن تكون محاميا لي. أشكرك يا سيدي، ولكن وأرجو أن تعذرني، أليس لك محام خاص؟ يا عزيزي، أرجو ألا تقتنع بفكرة فرد واحد، فأنا حين أمرض أستشير نصف دسته من الأطباء على الأقل، واختلاف آرائهم وتشخيصاتهم تقنعني بأنني سوف أعالج علاجا ناجعا، وحين تظهر مشكلة قانونية فإني أستشير ستة من المحامين، وقد أستشير عددا أكثر من ذلك. أدريان، إني لا أستطيع ضبط نفسي، وأنت تعلم كم يؤلمني أن تتحدث في هراء، وهذا ما يبعث الضحك. فهل أتيت إلى هنا لتستشير مستر ساجامور بشأني؟ نعم، ولكنني توقعت أن أجده وحده. وها نحن هنا، الزحمة كلها. لقد كنت أتحدث مع المستر أدريان لا معك أنت، وأنا لست عضوا في زحمتكم كما تقولين. آسفة يا عزيزتي، لقد زلف لساني لأنني كنت أستمع إليك. هل المسألة التي تريد استشارتي فيها يا مستر أدريان لها علاقة بمركز عائلة السيدة فاسندن؟ نعم. وهل تجيز طبيعة هذه المسألة أن نتحدث مع جميع أفراد العائلة؟ نعم هذا جائز، ولكن ألا يحسن أن نتحدث عنها على انفراد أولا؟ إنك لن تفعل شيئا من هذا، لأنني لا أسمح لأي شخص أن يناقش مسائلي الخاصة في السر أو في العلن، فالأمر يتعلق بي وحدي. هل أستطيع مناقشة مسائل الخاصة؟ ليس عند محامي الخاص، فأنا لا أسمح بذلك. إنها الآن على حافة الهوية، ويحسن بنا أن نعود إلى البيت. حافة الهوية؟ حافة الهوية؟ وماذا تكون الحياة إذا لم نحيا عند حافة الهوية؟ ألا تفهم هذا يا ربيب المستنقعات؟ لا تفعلي هذا بشعري. صففيه له يا ملاك البيت يا مؤنس الوحشة. لا يحسن بك أن تجعلي منظره على هذه الصورة. لماذا تزوجت السيدة فاسندن يا مستر فاسندن؟ لماذا؟ هل هذا في حاجة إلى شرح؟ لقد قلت لك لماذا تزوجته. إنك لا تستطيع معرفة هذا الموضوع، ولكنها هي التي تعلم ظروف هذا الزواج إذا رغبت في إظهارها. لماذا لا يستطيع معرفة الموضوع؟ وماذا تعني بذلك؟ إنه يعرف ماذا أعني. إنها نكتة سخيفة فيما يبدو. لا تكن متشككا يا فاسندن، فإن زوجتك خير امرأة تستحق الهيام. ليس هنا موضع هذا الكلام يا أدريان، إذا أردت أن تتكلم هكذا خذني إلى مكان بعيد وحدثني وحدي بهذا الحديث. يا للسماء، افعل ما تأمرك به قبل أن تسوقنا جميعا إلى الجنون. الهدوء الهدوء، إنني لا أدري أين أنا. إنكم جميعا تستشيرونني، ولكن واحدا منكم لم يعطني أي معلومات، وأرى أنه يحسن بكم جميعا أن تطلقوا زوجاتكم. ما قيمة هذا المخلوق حتى يعيش؟ إنه لا يساوي شيئا، وخير له أن يحترف الملاكمة أو لعب التنس، ولولا أن عمه وظفه في شركة تأمين لا يفعل فيها شيئا لأصبح صعلوكا متسولا. التفتي إلي يا إبيفانيا، إن ساجامور لا يريد أن يسمع شيئا من هذا. إنه يريد ولسوف يسمع كل شيء، وخير لك أن تسكت. وأحب أن أقول أن ألستر حين يتكلم معي يصبح أكبر مغفل، وهو لا يستطيع فهم شيء، ولكنني حفظت وعد والدي وأعطيته شيكا بمبلغ 150 جنيها ليجعله 50,000 في 6 أشهر، ثم منحته نفسي. إنك لم تخبريني عن هذا الأمر من قبل. ولماذا أخبرك؟ إنها قصة مثيرة. وماذا فيها من إثارة؟ هل صنعت خيرا أم لم أفعل؟ ألم أذهب إلى الجحيم لأحصل على هذا المال حتى أتزوجك؟ هل أفهم أنك ربحت 50,000 من الجنيهات في 6 أشهر؟ ولم لا؟ لا تكن متشككا يا أدريان، فإن هذا الأحمق ربح 50,000 من الجنيهات، وربح إبيفانيا لتكون زوجة له. ولعلك لا تصدقني حين أقول لك إن ملكية هذا المال منحته لونا من العظمة، وقد حصلت على وعدي وتزوجته، ثم عرفت أخيرا كيف جمع هذا المال. كيف جمعته؟ ألم أجمعه بعقلي؟ بعقلك؟ بحماقتك وجهلك وإجرامك وغرائزك الوضيعة.
والحظ الذي يخدم البلهاء هو الذي مكنك من الزواج من الفتاة التي ركعت أوروبا كلها تحت أقدامها، وإنما تستحقه لم يكن سوى الأشغال الشاقة 5 سنوات. 5 سنوات، 15 سنة وأكثر من هذا، فذلك ما عانيته من أجلك. ماذا جنيت من ذلك؟ إن الحياة معك ألعن من أي أشغال شاقة. لقد خدمتك السماء حتى نلت شرف الزواج بي، ولكن ماذا كان لي؟ إنه لا يوجد رجل يناسبني، فأنا أميرة في قصة خرافية قدمت للرجال الحياة والحظ. إذا استطاع أحدهم أن يحول 150 جنيها من أموالي إلى 50,000 في 6 أشهر، والرجال القادرون الأذكياء من أعظم العائلات رفضوا الاختبار خوفا من الفشل. ولماذا رفضوا؟ لأنهم كانوا أمناء وكانوا يحترمون أنفسهم. ولكن هذا الشيء نجح، ووجدت نفسي مرغمة على الزواج بهذه الحشرة. قولي ما تريدين، ولكنك لا تستطيعين إنكار ما كان من حبك لي وحبي لك. لقد كنت شابا وسيما، وكنت بطلا في التنس وملاكما رائعا، وكنت أنا مأخوذة بتأثيرك الجسدي. هل من الضروري أن تكوني صريحة إلى هذا الحد يا ميسيس فاسندن؟ اسمع يا يوليوس ساجامور، لقد خلقت أنت من الطين، ولكنني أنا مخلوقة من لحم ودم، وألست جذاب من الناحية الجسدية، وهذا هو السبب الوحيد الذي حملني على الزواج به. ولكن الحقيقة أنه لا يحمل أي إغراء عقلي. ولكن كيف استطاع أن يجمع 50,000 جنيه؟ هل جمعها من السوق المالية؟ كلام فارغ. إن هذا المخلوق لا يعرف الفرق بين الأسهم الممتازة والأسهم العادية، ولا يعرف حتى كيف تبدأ أعمال البورصة. ولكن كيف بدأ؟ إن رصيدي الآن حوالي 150، وأنا أريد أن أفهم كيف أجعلها 50,000. إنك غنية جدا يا إبيفانيا، حتى إن كل رجل بريء يقترب منك يصبح مخاطرا جسورا، ولكنك لا تعرفين أن بعض من يملكون 100 جنيه يعتقدون أنه قدر عظيم، فكيف بواحد من هؤلاء يقع بين ذراعي امرأة تعتقد أن 1,000,000 جنيه ليس إلا مبلغا تافها لا يعد أن يكون مصروف يدها؟ إنك لا تعرف ماذا يعني الوقوع بين ذراعي رجل يعرف أنك تستطيع شراء 20 رجل مثله دون أن تنفق كثيرا من المال. لو أنني أعطيتك 150 جنيها، هل في وسعك مضاعفتها إلى هذا الحد؟ إنها لا تستحق الاستثمار، وأنت لا تستطيع تنمية المال إلا إذا كان رصيدك الأسبوعي 70,000 على الأقل. فلا تتدخل في مسائل المال يا أدريان، لأنك لا تفهم من أمرها شيئا، ولسوف أعطيك كل ما تريد. كلا كلا، وأشكرك، فإنني سوف أفقد احترامي لنفسي، وأنا أفضل عظمة الرجل الفقير الذي يدفع أجر العربات وثمن الأزهار وتذاكر المسرح وثمن وجبات الغذاء في المطاعم، والذي يقرضك المبالغ الصغيرة التي تريدينها فجأة حين يكون معك. هذا صدق وحق، فأنا لا أحمل حافظة نقود أبدا، وأنا أستطيع أن أقرضك 1,000,000 جنيهات وكلها أوراق من فئة 5 جنيهات، وأستطيع أن أعطي أمرا للمصرف ليعطيك 1,000 جنيه من حسابي. ولكنني لا أريد، لأنني أحب أن أقرضك شلنات فقط تخرج من موارد الضئيلة، وأنا أريد أن أتعلم بعض الدروس من ألاستر عن فن تحويل المئات إلى عشرات الألوف. إن تجربته لن تفيدك يا أدريان، لأن ألاستر معجزة من معجزات الطبيعة، وليس هناك شيء معجز فيك إلا نهمك في الطعام. فاستمع إلي، إنه في مناسبة عيد ميلاده كل عام تهدي له عمته أسطوانة من أغنيات المغني العظيم أنريكو كاروزو، ويبدو أن الطبيعة في بعض شذوذها الذي لا يحصى قد أمدت ألاستر بصوت مرتفع فوق العادة، فهو يستطيع الغناء بغير عناء، وقد اقتنع بأنه يستطيع أن يكون مستقبله في الغناء في الأوبرا. فكانت الفائدة الأولى التي صنعها من أموالي رشوة في صورة 50 جنيها منحها لقائد الفرقة الموسيقية المفلسة حتى يسمح له بالظهور ليلة واحدة مؤديا دورا من أدوار كاروزو المشهورة، وقد أخذني فعلا لسماع غنائه. لم تكن غلطتي، فإنني أستطيع الغناء كما كان يغني كاروزو، وقد تحايلت حتى أصبحت مغني الفرقة. ليس في وسع أحد أن يصل إلى هذا المجد قبل أن تكسر رقبته أو يدفع كثيرا حتى يظهر أمام الجماهير. إن الحقيقة البسيطة يا عزيزي هي أن الطبيعة التي منحك صوتا عاليا
دخلت عليك للأسف الشديد بأذن موسيقية فأنت تستطيع أن ترفع عقيرتك وكأن في حلقك ألف ثور يخور، ولكنك ترقق صوتك وتبسطه حين لا تستحب الرقة أو البسط. وقد ضحكت وأنا أسمعك حتى وقعت على أرض اللوج الذي كنت أجلس فيه، وقد زمجر السامعون وهمهموا ثم لم يستطيعوا سماع صوتك المزعج، وأخيرا أخرجك الكورس من المسرح وأنهى المغني الأصيل الدور، وظهر أن صاحب الفرقة أخذ 50 جنيها التي دفعتها من مالي وهرب، وكانت البطلة تسمع غناءك العبقري حتى أصيبت أذنها اليسرى بالصمم، حيث كنت ترسل إليها أنغامك بملء صوتك الجهير، وأخيرا دفعت أنا أجور الفرقة كلها عند نهاية الحفلة منعا للفضيحة. لقد قلت إن الأمر كله تحايل، ولماذا لا يستمع الناس إلى غنائي؟ إنني أستطيع الغناء بصوت يعلو فوق صوت أي مطرب مسرحي. اسمع يا ألستر، إنك لن تستطيع التحايل إذا كانت الدنيا كلها ضدك. ولكننا لم نفهم حتى الآن كيف استطاع ألستر الحصول على 50,000 جنيه. سوف أترك له رواية القصة المخزية بنفسه، وأنا أعتقد أنه فخور بخزيه. حسنا، إن الأمور تسير كما أهوى، ولسوف أقص عليكم ما حدث. فقد بقي معي 100 جنيه بعد أن دفعت 50 جنيها لصاحب الفرقة المسرحية. ثم قابلت بعد ذلك رجلا أمريكيا وأخبرته عن قصتي، وشرحت له أنني سوف لا أتزوج حتى أحصل على 50,000 جنيه في 6 أشهر، وأنني لا أملك إلا 100 جنيه هي كل ثروتي في الدنيا. فقفز الأمريكي وقال لي: إذا كنت تملك 100 جنيه فافتح بها حسابا في البنك وخذ دفتر شيكات. فقلت له: وماذا أصنع بدفتر شيكات؟ فقال لي: هل توافق على أن نكون شركاء، النصف لك والنصف لي؟ وافقته على رأيه، وماذا كان أمامي أن أفعل غير هذا؟ وفي نفس اليوم فتحت حسابا في البنك وأخذت دفتر شيكات به 100 شيك. ثم استأجرنا مسرحا وبدأنا نعمل، فاشترينا مسرحية وأخرجناها إخراجا بديعا، فكانت مناظرها بديعة، فتياتها جميلات. كانت الفتاة الأولى امرأة لها عينان شبيهتان، لها صوت غريب فيه جرس ورنين ولثغة من هوليود، وهي امرأة من هذا النوع الذي تعشقه الجماهير. ولم نسأل عن ثمن أي شيء، بل دفعنا ألوفا وألوفا من الجنيهات. ولكن من أين أنفقت على هذه الأشياء كلها؟ من الشيكات. ألم أقول لك أنني كنت أملك دفتر الشيكات؟ ولكن 100 شيك التي تتحدث عنها لو أنها خرجت من يدك لأصبحت كارثة قانونية، لأنك تعطي شيكات بغير رصيد. لم يكن واحد منها كما تقول، فقد حولناها كلها تحويلا صوريا، ولكنها كانت حرفة تحطم القلب. أنا لم أفهم معنى التحويل الصوري. إنه أمر بسيط، في وسعك أن تدفع ثمن شيء ما بالشيكات بعد أن تغلق البنوك أبوابها في نفس اليوم، مثل يوم السبت مثلا، أو قبل عطلة البنك في أي يوم آخر، وليكن الشيك بمبلغ 100 جنيه، ليس لك منها مليم واحد في رصيدك بالبنك، فيجب إذن أن تقنع صديقا لك أو مدير الفندق الذي تعيش فيه بأن يرسل شيكا آخر للمصرف بمبلغ 100 جنيه توضع في حسابك. ثم إذا كنت تعتقد أن هذا العمل سهل فحاول أن تعمله أنت. ليس عندي ما أقوله بعد ذلك، لأنني أحلم به أحيانا، قد كان يجري في أحلك الليالي التي عشتها. لماذا؟ لماذا لم أشهد أنا وشريك المسرح الذي أنشأناه؟ إننا لم نرى المسرحية أبدا حتى في ليلة الافتتاح، لأننا كنا نعمل في تحرير الشيكات وتحويلها طوال نهارنا وليلنا. ولا شك في أن العمل أصبح سهلا بعد فترة وجيزة، لأننا كنا كلما سرنا في طريقنا ازداد الأمر يسرا وسهولة. ولم أتنبه إلى ضخامة المصروفات إلا بعد إخراج الرواية، فقد أدركت أنني كنت أستطيع إخراجها بنصف المصروفات التي أنفقناها. ثم بدأت الأموال تدخل جيوبنا، وكان صاحبي الأمريكي ينفق ضعف المبلغ الذي يجب أن يدفعه ولا يهمه شيء إطلاقا. ثم صارت الأمور على خير ما يرام حين دخلت الأموال إلينا من حيث لا نحتسب، ولم أكن أعلم من أين تأتي الأموال. لقد كانت المدينة كلها مجنونة بالمرأة ذات العينين المفترستين، فأمطرت علينا الأموال، وخيل إلي أنني سكران،
وخيل لصاحب الأمريكي أنه سكران، بل خيل لأصحابي هو أنهم سكارى. ثم اشتروا منا جميع الحقوق، فاشتروا حق إخراج فيلم من الرواية وحق الترجمة وجميع الحقوق التي لم أعرف كيف وجدت، وبدأوا يبيعون هذه الحقوق الواحدة للآخر، حتى أصبح كل مغامر في لندن ونيويورك وهوليوود يسعى إلى شراء هذه الحقوق. ثم اشترى صاحبي هذه الحقوق مرة أخرى $500,000، وباعها لممول أمريكي $1,000,000، ودخل في هذه العملية الضخمة 6 من رجال المال الأمريكيين يتنازعون في قوة، ولكن الذي كنت أطلبه أنا لم يكن إلا 50,000 جنيه. وقد نلت بغيتي وذهبت إلى إبيفانيا ووضعت هذا المبلغ الضخم في يدها، واعتقدت هي أنني رجل عظيم، وقد كنت عظيما حقا لأن المال جعلني عظيما. وقد قلت لك إنني كنت سكران بأموالي حتى خيل إلي أنني رجل آخر، ولك أن تصدق ما أقول أو لا تصدقه، ولكن الحقيقة هي أنني آمنت بأن قبعتي ضاقت على رأسي. هذه هي الحقيقة، فقد كان هذا المخلوق لا يعرف معنى المال، فغيرت الأموال ملامحه، واعتقدت أنا الضحية البريئة، أن المال يصنع المعجزات، لأنني أملك الملايين، وهذه الملايين لا تعني عندي أكثر مما يعني الهواء الذي أتنفسه. ولكنني الآن أريد أن أعرف قبل أن أفكر في موضوع الطلاق، كيف كان يعيش هذا الرجل، وأين أنفق 50,000 جنيه؟ لقد أضاعها في 3 أسابيع، فاشترى بها سركا، وظن أن كل شيء تمسه يده يصبح ذهبا، وقد صفيت أنا حسابات السرك بعد شهر واحد من شرائه، ودفعت من أموالي 430 جنيها و16 شلنا و7 بنسات. وهل كانت هذه غلطتي؟ لقد أصيب الفيل بالأنفلونزا، فأمرت وزارة الصحة بإغلاق السرك حتى لا تنقل الحيوانات الوباء في أنحاء البلاد. على أي حال كانت النتيجة ضياع 50,000 جنيه، وبدلا من أن أضمها إلى رصيدي دفعت 430 جنيها من مالي، وبدلا من أن يرتدي أمامي ثياب أمير أو بطل جعلني أدفع ثمن حشرة حقيرة، وهو الآن يجد في نفسه الوقاحة التي تدفعه إلى طلب الطلاق. كلا، أنا لم أطلب الطلاق، إنه سجامور هو الذي ظن ذلك، وكيف أجرؤ أنا على جعلك تطلبين الطلاق مني؟ إنني كزوج لك أنا لاحترام المجتمع، كما أن جميع رجال الأعمال يمنحونني ما أشاء من ديون. لتشتري بها جوارب نيل على حسابي تقدمها للنساء. هل هي التي تدفع ثمن الجوارب يا لستر؟ لا تهتمي يا عزيزتي، ولعلك قد أدركت أنني أستطيع صنع المال حين أريد، ولسوف أصنع المال مرة أخرى وأشتري لك الجوارب التي تريدين من أموالي، أموالي أنا التي أكسبها بعرق جبيني. ويا حبيبتي لا تصرخي هكذا، يا للعجب، إنهما يظنان أنهما قد تزوجا فعلا. إن الأمر ليس في يدك يا مستر فاسندن، فإن زوجتك تستطيع تطليقك، رغبت في ذلك أم لم ترغب؟ لأنك في حالتك الراهنة تترك زوجتك وتهرب بين ذراعي الآنسة سميث، وسوف تحكم المحكمة بالطلاق حتما. فلتفعل ذلك، وأنا أنتظر ألاستر حتى يتسع له الوقت ليصنع له مستقبلا جديدا، وأنتم جميعا تظنونه غبيا، ولكنه ولد طيب، وأنا راضية بطريقته في الحياة التي لم تعجبكم جميعا، والتي جعلت زوجته تعامله وكأنه قذارة تحت أقدامها. وما ستقول هي بغير المال؟ إنني أريد أن أعرف. إن أي إنسان لا يساوي شيئا بغير المال يا هاوية الجوارب، وقد تعلمت هذا من جدي الذي كان يقول لي حافظي على أموالك ولسوف يأتي إليك كل شيء بعد ذلك، وكان يقول إن هذه الجملة جاءت في التوراة، وأنا لم أحاول فهم هذا التعبير ولكني لم أنسه أبدا، وقد حافظت على أموالي وسأظل محافظة عليها، ولن أنسى أن ألاستر قد ضيع مني 430 جنيه. و16 شلنا و7 بنسات أيتها المرأة المتوحشة، ولكنني سوف أرد لك ما دفعت من مال. سوف تردها يا عزيزي، وسوف أبيع بوليصة التأمين على حياتي وأعطيك هذا المبلغ لترده إليه. هل تكتبين هذا في وثيقة يا أنسة سميث؟ لا تخجلين من نفسك أيتها الخنزيرة الملعونة، لقد كان الخطأ خطأك،
لماذا بعت الفيل بثلاثين جنيها؟ إنه يساوي 2000. لا تبعدوا بنا عن نقطة الخلاف. وما هي نقطة الخلاف؟ نقطة الخلاف هي أنك تستطيعين الطلاق إذا رغبت في ذلك. أنا لا أريد الطلاق. وهل تظن أنني أذهب إلى المحاكم وتلتقط صورتي مع هذا الشيء وتنشر في الصحف؟ وهل تعتقد أنني أرضى أن تكون قصتي على كل لسان في لندن؟ ومع ذلك فإنني مسرورة لأنني زوجة، وهذا يكسبني الاحترام ويمنع عني الرجال الآخرين ويمنحني الحرية التي لا أجدها حين أكون امرأة مطلقة. كلا، إنني مرتبطة بزوج، وسوف لا أطلقك يا ألستر حتى أجد رجلا غيرك أريده لنفسي. وإذا كان هو لا يريدك ألا تطلقينه؟ حقا إن ألستر رجل مهذب يفهم كل الدقائق، ولكنك تعلمين جيدا أن سلوكك سوف لا يتأثر كثيرا من وقوفك في ساحة المحكمة. إن ألستر أول رجل أحببته، وآمل ألا يكون آخر رجل أحبه، ولكن الصعوبات القانونية لا تقوم في سبيل الناس من أجل المال، وما دام ألستر لا يريد تطليقي وما دمت أنا لا أفكر في طلاقه فإن السؤال لم يحن وقته بعد. كم الساعة الآن؟ إبيفانيا، إنني أعتقد أنه يجب أن تشتري ساعة يد. قد قلت لك ذلك أكثر من مرة. ولماذا أشتري ساعة يد وأضيع أموالي ما دام كل الناس معهم ساعات؟ وليس لي إلا أن أسألهم عن الوقت. إنني لم أحمل ساعة منذ فقدت مفتاح ساعة الجيب الدقاقة التي ورثتها عن أبي. إن الساعة الآن 12:10. يا للأسف، لقد ضيعت درسي. أشد الألم الذي يسيطر علي. درسك؟ هل لي أن أسأل عما تتعلمينه الآن؟ أتعلم المصارعة. أوه. وسوف تعرف حين تحاول ضربي أنني سوف أكير لك الساعة عني. ولكن لماذا جئت إليك يا مستر ساجامون؟ من أجل وصيتك. لا تكتب وصية جديدة كلما فقدت أعصابها يا أستاذ ساجامون، هذا عمل مريح لك. احترم نفسك يا ألستر ولا تنس مركزك واحترامك كزوج لي. وأما أنت يا مستر ساجامور، فأحب أن أقول لك إنني قد غيرت رأيي في حكاية الوصية. وسوف أنسى أنك حاولت أن تقتلني بالسم. أشكرك. كم يجب أن أدفع لك أجرا عن استشارتي؟ 13 شلنا و4 بنسات إذا تفضلت. ولكنني لا أحمل نقودا معي، فهل تقرضني 13 شلنا و4 بنسات يا أدريان؟ انتظر. اسمع يا مستر ساجامور، أليس من الأفضل أن تكون محاميا عائليا لي وأن ترسل لي كشف حسابك في آخر العام؟ وترسل مع الكشف عريضة دعوة يا مستر ساجامور، وإلا فإنك سوف تنال حقوقك في الآخرة. اسكت أنت يا ألستر. والواقع أنني أنتظر دائما عرائض الدعوة لأنها إجراء بسيط عن المبالغ التي لن تدفع. حقا إنها طريقة رائعة يا سيدتي. إنك رجل لطيف مهذب ذو ضمير يا مستر ساجامور. والآن يجب أن أتنفس هواء نقيا بعد هذه المناقشات التي أفسدت جو الغرفة. تعال معي يا أدريان لنذهب إلى مكان خارج المدينة ونتناول غداءنا هناك. وأنا أعرف مكانا هادئا على ضفة النهر. إلى اللقاء يا مستر ساجامور. إلى اللقاء يا هاوية جوارب النايلون. وحافظي على ألستر بالنيابة عني، وسوف تمنحك نظراته الحالمة سرورا ولذة تسري في عروقك. أحب أن أسألك يا مستر أدريان، لماذا جئت لزيارتي؟ لقد نسيت كل شيء وأنا لا أشعر بالتوازن على أي صورة في هذا الصباح. إن زوجتك سيدة غير عادية. إن المسكين لا يجد ألفاظا يصفها بها. والآن يا مستر فاسندن، هل لي أن أسألك عن الأمر الذي تريد استشارتي فيه؟ لا أعرف، بعد 10 دقائق من حديثي مع إبيفانيا لم أعد أشعر هل أنا واقف على رأسي أم على رجلي. لقد كنت تريد أن تسأل عن الانفصال، فتشجع قليلا يا عزيز. انفصال؟ إنه يحسن بك أن تحاولي الانفصال عن إعصار أو زوبعة ولا تحاولي الانفصال عنها. استمع لي يا ساجامور. إنني واحد من أولئك البائسين الذين تعرفهم، وقد جلس كثيرون منهم على هذا الكرسي وتحدث إليك كما أتحدث أنا الآن.
نعم لقد كنت تقول. لا تشرد يا عزيزي، واخبر الأستاذ سجمور عن نوع الناس الذين تتحدث عنهم. نعم نعم، الناس الذين تقسو عليهم الحياة ولا يستطيعون مقاومة صروف الحياة، أولئك الرجال العاديون الذين يتزوجون نساء غير عاديات، وأولئك النساء العاديات اللائي يتزوجن رجالا غير عاديين، وكلهم يعتقدون أن هذا هو غاية ما يتمنونه. نصيحتي لك يا سجمور أن تتزوج من طبقتك ولا تخطئ في فهم ما أريد، فأنا لا أقصد الطبقية المالية. ماذا أريد أن أقول؟ ماذا أريد أن أقول؟ إنه يقصد أن يتزوج الناس ممن يشاركونهم في التفكير ويشاركونهم في حب الأشياء التي يحبونها، وسوف لا يختلفون أبدا لو اتبعوا هذه النصيحة. هذا صواب، ولكن هل أفهم من ذلك أن ألاستر ارتكب هذا الخطأ، وأنه أخيرا وأخيرا جدا لسوء الحظ اكتشف فيك أنت، هل أقول اكتشف فيك شقيقة روحي؟ كلا كلا، إن هذا خطأ من الناحية الأدبية كما تعلم. إنها أكثر من أخوة الفكر كما أحب أن أقول. تماما أشكرك، وعلى ذلك فأنت شقيقة فكري، وفي وسعه أن يسعد بحياته معك. أشكرك أشكرك يا سجمور، لأنك صديق صدوق، قد وصلت إلى الحقيقة كلها. أرجو أن تفكر في الأمر من أجلي. أنت يا باتريشيا تعالين أخوك، لأننا لا يجوز أن نضيع وقت رجل يريد أن يعمل. سوف تقف بجانبنا يا مستر سجمور، أليس كذلك؟ وسوف تنقذ ألاستر من هذه المرأة الفظيعة. سوف تنقذه لي. إنني أخشى أن لا أستطيع إخضاعها يا أنسة سميث، وألعن من ذلك أن تستطيع هي إخضاعي. وليس الأمر أنها زبونة غنية، ولكن الخطير في الموضوع هو أنها سوف تحرقلني، لأنها من هذا النوع العبقري من الناس. لا تخف منها يا مستر سجمور، فإنها عبقرية في صنع المال الذي ورثته من أسرتها، ولكنني أيضا أملك قليلا من العبقرية، وليس في وسعها أن تعرقلني. وأي نوع من العبقرية عندك يا أنسة سميث، إذا كان لي أن أسأل؟ عبقرية في إسعاد الناس، والبائسون يأتون إلي كما تأتي إليها الأموال. أنا لا أعتقد أن إرادتك أقوى من إرادتها يا أنسة سميث. إن إرادتي ليست قوية يا مستر سجمور، لأنني لا أملك إرادة على الإطلاق، ولكنني أنال ما أريد بأي طريقة، وسوف ترى. باتريشيا باتريشيا تعالي. آسية في الطريق يا حبيبي، وداعا يا مستر سجمور. علي أن أنتظر حتى أرى. الفصل الثاني. المنظر: غرفة القهوة في مشرب قديم على شاطئ النهر، يبدو في نهايتها بوفيه واسع ضخم يشغل الجدار كله، وقد علقت فوقه لوحتان قديمتان، الأولى تصور أسلحة سيد المنطقة، والأخرى تصور خنزيرة في فمها صفارة. كما يوجد صوان زجاجي يحوي سمكة محنطة لا يقل عمرها عن قرن من الزمان. على اليمين توجد منضدتان طويلتان وضعتا ليأكل عليهما الزبائن، وأدوات المائدة من النوع الرديء. أما إبريق التوابل والملاحات فهي مصنوعة من الفضة. الحوائط مغطاة بورق كالح قديم. باب الغرفة
مفتوح على تسعة، وقد كتب عليه بخط جميل غرفة القهوة، وبجوار الباب علقت قبعة مستر أدريان بلاندر بلاند ومعطفه الخفيف. نرى أدريان وإبيفانيا جالسين عند نهاية المائدة بعيدا عن الباب وقد فرغ من تناول طعامهما. تبدو على وجه إبيفانيا علامات السرور، أما أدريان فيبدو أنه في أسوأ حالاته. يا لخفة الروح، يجب أن أكون رجلا كذابا. يا للعجب، ليس هذا هو ما أتحدث عنه، ولكن يجب أن تصدق ما قلته لك. لقد قلت يا لخفة الروح، فنظرت حولي في هذا المشرب القديم الحقير وحاولت أن أتصور أنه فندق على شاطئ النهر، ولكنني وجدت أننا تناولنا فيه غذاء مزعجا، فيه شاي مخلوط بالطماطم يسمونه حساء، وفيه بقايا طعام يوم الأحد من لحم الفخذ والفراخ والبطاطس وكعك التفاح والجبن الأمريكي. وإذا كنت لا تتألمين من هذا كله وتقولين يا لخفة الروح، فليس هناك شيء أخاذ في هذا المكان إلا شخصي. ألا تحب هذه الأماكن القديمة العزيزة؟ إنني أحبها من كل قلبي. لا، أنا لا أحبها أبدا، ويجب أن تهدم من أساسها وتحرق حتى لا يرى لها إنسان أثر. والحق أن شقتك في لندن فيها من الأساس ما يزيد ثمنه على ثمن بناء هذا المكان من أساسه حتى سقفه، وهناك تستطيعين تناول طعام شهي بعد كلمة واحدة يحملها التليفون، وعربتك الفاخرة تستطيع أن تحملك إلى واحد من 12 فندقا كلها آيات في الجمال، ولكنك تفضلين هذا المشرب القديم القذر وتقولين يا لخفة الروح، فما الفائدة من كونك صاحبة ملايين؟ إنك لا تفهم شيئا، وإذا كان لي أن أنفق أموالي في متاع الدنيا فإلى متى تبقى هذه الأموال إذا ما أنفقتها في الشراء من الدكاكين وفي الجري وراء الطرف المجنون؟ إنني أنفقها في أسبوعين ثم أصبح لا أملك شيئا من حطام الدنيا، وقد كان أبي حين كان يملك 100 مليون من الجنيهات يسافر في الدرجة الثالثة ولا ينفق أكثر من 10 شلينات في اليوم إلا إذا دعا بعض الناس الذين يستفيد منهم. ولماذا كان يفعل ذلك؟ إنه لا يستطيع أن يأكل أكثر مما يأكل الناس، ولا يستطيع أن يشرب أكثر مما يشرب أي إنسان، ولا يستطيع أن يرتدي ثيابا أكثر مما يرتدي غيره، وهكذا أنا. ولماذا تحبين المال وتبغضين الفاقة؟ لأن المال قوة، ولأن المال أمان، ولأن المال حرية. إنه الفارق بين الحياة فوق فوهة بركان والحياة في جنات آمنة مطمئنة. هناك اللذة المتواصلة في زيادته وتنميته، وفي وسعك إن كنت تملك كثيرا من المال أن تصل إلى هذه اللذة، فأنا أستطيع أن أجعل 1,000,000 مليونين أسهل مما تستطيع امرأة فقيرة تنمية 5 جنيهات وجعلها 10، وحتى إذا وجدت 5 التي يجب أن تبدأ بها. إن المال بالنسبة لي حمل بغيض، محطم عنيف للروح، وأنا في حاجة إليه، ولكنني لا أحبه ولا أفكر فيه ما دمت أستطيع الحياة. إذا كنت لا تفكر في المال ففي أي شيء تفكر إذن؟ في النساء؟ نعم بالطبع، ولكن ليس تفكيري منصرفا إليهن. إذن تفكر في الطعام. أنا لا أفكر دائما في الطعام، ولكنني مغرم به على كل حال، وأنا أبحث عن غذاء أفضل من هذا الغذاء. إذن فهذا هو الذي أخرجك عن صوابك، أليس كذلك؟ أنا لست خارجا عن صوابي عزيزتي، ولكنك وعدتني بغذاء عظيم وقلت لي إنك وجدت خير مكان على شاطئ النهر نستطيع أن نكون فيه وحدنا وأن نجد طعاما سمينا وسعادة هانئة، فأين الجمال والفتنة في هذه الحفرة الموحشة؟ وهل أكلت ألعن من هذا الأكل؟ ثم إنه ليس هناك غرفة مستقلة نستطيع الجلوس فيها، بل إن كل إنسان يستطيع الدخول هنا في أي لحظة، ولعلنا كنا نجد متعتنا في أي حديقة عامة ولو أمطرت علينا السماء خيرا مما نجدها هنا. وهل هذه غلطتي؟ إن هذا يكمل رغبتك في تمضية يوم سعيد على شاطئ النهر. ولماذا لا يجد أولئك الذين يعرفون كيف يتلذذون بالحياة أي مال يمتعهم؟ ولماذا لا يعرف من يملكون المال كيف يستمتعون بالحياة؟ إنك لا تتفق معي يا أدريان، وأنت لا تمنحينني شعورا بالاستمتاع،
ويحسن بنا أن نأخذ السيارة ونجوب بها في الريف، فإنها أكثر طرفا من هذه الغرفة البغيضة التي نجلس فيها الآن، وهي تمنحنا الوحدة أكثر من هذه الغرفة. أنا أتضجر من سيارتي. ولكنني لا أتضجر منها، بل أتمنى أن تكون لي سيارة مثلها. أظن أنك تريد أن تتلذذ بالجلوس في الهواء الطلق وأنت تتحدث إلي، ولكنني أرى أنك أعزب وعجوز لا يعنيك شيء إلا طعامك وطرفك الضئيل، وأنت بعد ذلك ألعن من ألاستر، فهو على الأقل يستطيع أن يتكلم عن الملاكمة ولعب التنس. وأنت لا تستطيعين الكلام إلا عن المال. وأنت تظن أن التفكير في المال غير ممتع. آه لو عرفت أبي. إنني سعيد جدا لأنني لم أعرف. ماذا تقول؟ اسمعي يا عزيزتي إبيفانيا، إذا كان مقدرا لنا أن تستمر صداقتنا فيجب أن أكون صريحا معك، فإن كل شيء أخبرتني به عن أبيك يجعلني أعتقد أنه كان رجلا فظا غليظ القلب، وهذا هو ما يدفعني إلى الاعتقاد بأن حالتك هذه هي ما يطلق عليه الدكتور فرويد التعلق الأبوي، ولعله كان قادرا على تخريب كل شيء حتى ولو كان هذا الشيء نادي الروتاري. أبي؟ أتجرؤ على إلصاق مثل هذه الأشياء بأبي؟ أنت يا من لا تساوي شيئا يا مجهول، تتحدث عن أبي هكذا ولا تعلم أنه صنع 150 مليونا من الجريهات، وأنت لم تستطيع الحصول حتى على نصف المليون. استمعي إلي يا فتاتي العزيزة، إن أباك لم يصنع شيئا على الإطلاق، وأنا لا أفهم كيف كان يتصور حياة الناس أو يدرك سير العالم. إنني أعلم أنه فقد 4 أخماس ثروته لأنه كان بعيدا عن فهم الحياة، فاشترى أملاك النبلاء الروس معتقدا أن إنجلترا سوف تحطم الثورة السوفيتية في 3 أسابيع. فهل ارتكب إنسان خطأ من هذا القبيل؟ لست أنا المغفل كما تعتقدين، ولكنك تظنين يا إبيفانيا أن العالم لا يجد بنسا واحدا لو أن أباك لم يخلق، ألست تعتقدين ذلك؟ إن الدم يصعد إلى رأسي. قف يا خسيس، ارفع يديك، ارفعهما إلى أعلى. إبيفانيا، إنه لا فائدة من فقدان أعصابك. خذ هذه التي سميت أبي فضا تحيل الظلم، وخذ هذه أيضا يا تقول، فإنه لم يفعل شيئا على الإطلاق. المعونة، البوليس، الجريمة. متكثير الجبان، خسيس نصاب خبيث. أغيثوني، أدركوني، أدركوني يا حيوان، لقد قتلتني. ما هذا؟ ماذا حدث هنا؟ وأي شيطان أنت؟ أنا طبيب مصري، سمعت صراخا وأنينا فجئت مسرعا لأبذل معونتي، ثم وجدتك أنت هنا تتكفين. هل تستطيعين مساعدتك؟ إنني أموت. لا شيء أصابك، وفي استطاعتك أن تنهض الآن، فأنت في حالة جيدة. انتظر، فإنني لست في حالة جيدة، بل أنا في طريقي إلى الموت، وأنا في حاجة إلى طبيب. إنني امرأة غنية. في هذه الحالة سوف لا تجدين صعوبة في الوصول إلى طبيب إنجليزي. وهل هناك أي إنسان آخر في حاجة إلى معونتي؟ لقد كنت في الطابق العلوي وسمعت صوت إنسان يتدحرج على السلم، وقد تكون عظامه قد كسر. لا تهتم بأمره ولو كسرت كل عظمة في جسمه، هذا أقل ما يستحقه. فعود إلي حالا لأنني أريد، عد سريعا، عد حالا. إن صاحب المشهد أخذ الشاب في سيارتك إلى المستشفى. في سيارتي أنا؟ إنني لا أسمح بذلك. أفهمهم أن يحضروا له نقالة من المستشفى. لقد ذهبت السيارة، ويجب أن تكوني مسرورة لأن سيارتك مفيدة إلى هذا الحد. إن وظيفتك أن تعالجني لا أن تلقي المحاضرات. أنا لست طبيبك وليس عندي تصريح لمعالجة المرضى، وعيادتي مخصصة لعلاج اللاجئين المسلمين الفقراء مكانا، كما أنني أعمل في مستشفى ولذلك لا أستطيع معالجتك. إنك تستطيع معالجتي ويجب أن تعالجني، فهل تتركني هنا وحدي لأموت؟ إنك سوف لا تموتين، وإذا مت فلن يكون ذلك الآن على كل حال، وفي وسعك أن تطلب العلاج عند طبيبي. إنك أنت طبيبي، وقد قلت لك إنني غنية، وأجور الأطباء ليست شيئا مذكورا بالنسبة لي، ولسوف أدفع لك كل ما تطلب، ولكن يجب أن تكشف علي. وأنت رجل قاس فيما يظهر من أعمالك، ولكنك يجب أن تكون رحيما لأنك طبيب. لو أنني اتبعت مسألة الرحمة وواجباتها لفنيت في أسبوع واحد، ولكنني وهبت نفسي للفقراء وللناس النافعين على السواء. إذا فأنت مغفل أو شيوعي. أنا لست هذا ولا ذاك، ولكنني خادم الله. أنت لست كذلك، ولكنك طبيبي. هتسمع ما أقول؟ إنني امرأة مريضة وأنت لا ترضى بموتي في هذا المكان البغيض. أنا لا أرى علامة واحدة من علامة المرض تبدو عليك.
فهل تتألمين من شيء؟ نعم، ألم شديد ممد قاتل. في أي جزء من أجزاء جسمك؟ إنك لا تكشف علي وكأنك لا تصدق أنني مريضة، ولكنني قصعت قبضة يدي ومفصلي في ذقن هذا الحيوان. أي يديك التي قصعت؟ هذه بالطبع. لا شيء فيها، فأي شيء غير ذلك؟ وكيف عرفت؟ إنها يدي أنا وليست يدك. لو أنا يدك كانت مقصوعة لملأت هذا البيت صراخا، ولكنك تخدعينني وتكذبين. لماذا؟ هل تريدين الاستمتاع بهذا العبث؟ أريد الاستمتاع بهذا العبث؟ إنني أستمتع فعلا يا رجل، ولكنه ليس استمتاعا طيبا على الأقل. فهل تجدين لذة في طريقة أخرى غير هذه الطريقة؟ إنني أكثر نساء إنجلترا استمتاعا. إنني إبيفانيا أوغنيسانتي دي برارغا. إنني لم أسمع عنك من قبل، وأعتقد أنك من أرستقراط الإيطاليين. أرستقراط؟ هل ظننتني مغفلة؟ إن أجدادي كانوا يقرضون المال لأوروبا بأسرها منذ 500 سنة، ونحن الآن مصرفيون في العالم كله. أيهودية أنت؟ مسيحية حتى آخر قطرة من دمائي. وقد بعثر اليهود نصف أموالهم جريا وراء الخيالات والتفاهات التي يسمونها الصهيونية. وأحب أن تعلم أن أغبى أغبياء أسرتنا يستطيع أن يلعب بأذكى أذكياء اليهود حين يكون الأمر متعلقا بشؤون المال. ونحن وحيدون في الأرستقراطية الحقيقية في العالم، لأننا أصحاب أرستقراطية المال. إنكم تحكمون بالمال كما أعتقد. إذا أردت ذلك فإنني أحكم بالمال، ومن سلالة حكمت بالمال. إن هذا وباء لست أعرف كيف تنجو منه البشرية، والطريقة الوحيدة للخلاص منه هو الثورة. ولكن المستوى الأخلاقي ما زال عاليا، وأحيانا تكون الثورة قائمة على أسس خاطئة فتزيد الوباء خطورة. ومهما يكن من أمري فأنا لا أستطيع أن أفعل لك شيئا، ويجب أن أعود إلى عملي. فإلى اللقاء. ولكن هذا هو عملك، وماذا تعمل غير الطب والعلاج؟ هناك أعمال أخرى فيها خير كثير يؤديها الإنسان للعالم، أعظم من خيالات مرضى الثورة والغنى. ولكن إذا دفعت لك مبلغا كبيرا من المال؟ إنني أكسب المال القليل الذي أحتاج إليه بالعمل الذي أعتقد أنه مهم، بل وأكثر أهمية من غيره من أعمال. إنك خنزير وحيوان مشوعي. إن أنانيتك تدفعك إلى تركي هنا وحيدة مع أعتاني وآلاني بعد أن ذهبت سيارتي، وأنت لا تعلم أنه ليس معي نقود، لأنني لا أحمل نقودا معي. وأنا لا أملك نقودا لأحملها. وسوف تعود سيارتك حالا، وفي استطاعتك أن تقترضي نقودا من سيدك. إنك سيد قصة ملعون. إنك بشبوزك، وكان يجب أن أعرف ذلك منذ اللحظة الأولى التي رأيتك فيها. وكان من الأفضل أن تبقى معي حتى تعود سيارتي وأحضر سائقي. لقد عرض السيارة. غريب، ألا تنتظر حتى يشرب السائق قدحا من الشاي وسيجارة؟ كلا، وأرجو أن تعيدي إلي طربوشي. كنت أريد أن أرى شكلك بغير طربوش. استمع إلي، هل لك مغامرات؟ أليست لك غراميات؟ ألا تحب الفضول ووضع أنفك في شؤون الناس؟ ألا تريد أن تعرف لماذا ألقيت الحيوان على السلالم؟ ألا تريد أن تلقي عملك البغيض إلى الشيطان مرة واحدة وتمضي ليلة على شاطئ النهر مع امرأة ممتعة أخاذة؟ أنا لا أهتم بالنساء، لا أهتم بهن إلا حين كنا مريضات، وأنا أعرف كل شيء عنهن من الداخل والخارج. وأنت الآن في صحة جيدة تماما. كذاب، فليس هناك إنسان في صحة جيدة تماما، ولن يوجد هذا الإنسان ولن يوجد. هذا حق، ويبدو أنك تستطيعين إدراك الأمور في وضوح. هل أنت متزوجة؟ نعم، ولكن لا تخف، فإن زوجي يخونني علانية، ولن يستطيع أخذك إلى المحكمة إذا بدأت غرامك معي، وأنا أستطيع تطليقه إذا لزم الأمر. ومن هو الرجل الذي ألقيته على السلالم؟ إن الزوجة لا تلقي زوجها على السلالم، فهل كان هذا الرجل يغازلك؟ كلا، ولكنه اقترأ على ذكر أبي لأنه لم تعجبه الأكلة التي تناولها معي هنا. وأنا حين أفكر في أبي يبدو جميع الرجال أقزاما أمام عيني، ولكنك أنت لست من الرجال العاديين، وأحب أن أراك كثيرا. والآن لقد سألتني أسئلة دقيقة وسرية عن أسرتي وقد جاوبتك، وأنت منذ الآن طبيب الأسرة، أليس كذلك؟ هل عندك ما يسمونه التعلق الأبوي؟
والحرص على المال؟ 30 مليونا فقط. عندك حب استطلاع النفسيين كما يقولون، وسوف أبحث الأمر. تبحث الأمر؟ يجب أن تشعر بالتشريف والتعظيم والسرور بهذا العمل. صحيح. هذه ثقة بالنفس إلى حد بعيد، ووقاحة طائشة، وأنانية مجنونة، وانعدام في الجاذبية الجنسية بصورة واضحة. انعدام في الجاذبية الجنسية؟ من قال لك أنني عديمة الجاذبية الجنسية؟ إنك تتكلمين معي وكأنك رجل، وليس عندك إحساس بالسر الغامض في الرجل، كما أنك لا تشعرين بالفارق بينك وبين الرجال، ولا تدركين قدسية الرجل بالنسبة للمرأة، بل إنك لا ترين في الرجل أكثر من ذكورته بالنسبة لجنسك. إن الرجال جنس مختلف تماما ودنيء حقا. ولو أنك سمعت مناقشة بيني وبين زوجي لمدة 5 دقائق لعرفت أننا لا ننتمي إلى نفس الجنس. ولكن هناك رجالا عظماء مثل أبي، وأطباء طيبين مثلك. أشكرك. وماذا قال طبيبك الخاص عنك؟ ليس لي طبيب خاص، ولو كان لي طبيب خاص لأجرى لي عملية كل أسبوع حتى يبتز أموالي ويضيع رصيدي، ولن أترك لك سبيلا حتى تدقني بسماعاتك إذا كان هذا ما يخيفك مني. فإن لي رئة حوت ومعدة نعامة، وفي داخلي ساعة منظمة، وأنا أنام 8 ساعات في اليوم كقرمة من الخشب، كما أنني حين أريد الوصول إلى شيء أفقد عقلي كله حتى أصل إلى ما أريد. وأي شيء تريدين في إصرار وشغف؟ كل شيء وأي شيء. فأنا كاللمحة الخاطفة التي تومض ثم تهبط، ولكنني حين أومض فلا سبيل لقوة في الأرض أن تمنعني من المضي في طريقي. إن كل شيء وأي شيء معناهما لا شيء. منذ 5 دقائق كنت أريدك، وها أنا ذا قد أخذتك. إنك لا تستطيعين الضحك على طبيب، وقد تريدين الشمس والقمر والنجوم، ولكنك لم تصلي إلى أي منها. ولذلك فإنني أحترس ولا أطلبها لنفسي أبدا. ولكنني أطلب الأشياء التي أتمكن من الوصول إليها. حسنا، هذا ذكاء عملي. ولكن ماذا تطلبين الآن مثلا؟ هذه هي المعجزة، وماذا يمكن أن أطلب غير المزيد من المال؟ وماذا عن المزيد من الرجال؟ المزيد من ألاستر والمزيد من أدريان؟ هذه مطالب سطحية لا عمق فيها، وأنا الآن أطلب يختا بخاريا. وليس في هذا المكان أشياء من هذا القبيل. كل صاحب المشرب أن يوقف أول يخت بخاري يمر من هنا ثم أشتري. إن نسر يبيعون يخوتهم بهذه الطريقة. وهل حاولت هذه المحاولة من قبل؟ لا. أما أنا فقد قمت بهذا، لأنني حين أريد شراء سيارة أو قارب بخاري أو يخت أو أي شيء من هذا النوع، فإنني أشتريه من الشارع أو من النهر أو خارج الميناء. وهذه الأشياء تساوي ألوف الجنيهات حين تكون جديدة، ولكنك في اليوم الثاني لاستعمالها لا تستطيع بيعها 50 جنيها. فادفع 300 جنيه لأي واحد من أصحاب اليخوت، وسوف لا يرفض الثمن أبدا، لأنه يعلم أنه لن يحصل على مثل هذا الثمن. إنك عالمة نفسية، وهذا شيء جميل. لا شيء من هذا، ولكنني أعرف كيف أبيع وأشتري. إذا كان هذا هو كل ما تقصده. وبهذه الطريقة يصنع النفسيون المال. وهل صنعت أنت مالا؟ كلا، فإنني لا أعنى بالمال، ولكنني أهتم بالمعرفة. إن المعرفة لا فائدة لها بغير مال. هل أنت متزوج؟ لقد تزوجت العلم، وزوجة واحدة تكفي. سوف تكون سعيدا بزوجتين إذا تزوجتني. هل بيننا ما يدعو إلى هذا الاستطراد في القول؟ نعم، فأنا أريد أن أتزوجك. لا تتعبي نفسك يا سيدتي، فإن العلم هو عروس. في وسعك الانصراف إلى العلم كما تحب، وسوف لا أكون غيورة من علمك، ولكنني أعطيت وعدا مقدسا لأبي وهو على فراش الموت. انتظري، فإنني أريد أن أخبرك أنني أعطيت وعدا لأمي وهي على فراش الموت. ماذا؟ أي وعد؟ كانت أمي سيدة حكيمة عاقلة، وقد حلفتني قبل أن تموت على أنه إذا أرادت أي امرأة أن تتزوجني وشعرت أنا بالرغبة في هذا الزواج، فإنه يجب أن أعطيها 200 قرش، وأطلب منها أن تعد ثيابها، وأن لا تخرج من بيتها، وأن تعيش وحدها بلا معونة من أحد لمدة 6 أشهر، فإذا فشلت تركتها إلى الأبد. وإذا نجحت في الامتحان؟ يجب أن أتزوجها ولو كانت أقبح شيطانة على وجه الأرض. وأنا؟ هل تجد في نفسك الشجاعة
لتسألني أنا. أنا إيفانيا أوغنسانتي دي براغا أن أضع نفسي تحت هذا الاختبار أو أي اختبار آخر؟ لقد حلفت وأعطيت أمي وعدا، وشهد الله تعالى علي وليس في وسعي أن أتراجع أو أنقص على عقلي. وماذا كانت أمك؟ كانت أرملة فقيرة، وكان لها 11 طفلا كنت أنا أصغرهم، وكان 10 الآخرون يعملون في جد دائب، وبمعاونتهم استطاعت أمي أن تجعلني رجلا متعلما، وكانت أمنيتها أن يكون لها ولد يقرأ ويكتب، فصلت لله الذي منحني القدرة الضرورية لطلب العلم. وتظن أنني سوف أسمح لك بإخضاعي من أجل أرملة فقيرة؟ وأنا أخشى أيضا أن لا تستطيعي اجتياز الامتحان. أبدا، ولكن أبي كان له امتحان أيضا للزوج الذي يستحقني. والزوج يختبر أيضا؟ إن هذا لم يخطر لي على بال. ولم يخطر لأمك أيضا فيما أعتقد، ولكنني سوف أعطيك 150 جنيها، ويجب أن تجعلها في 6 أشهر 50,000 من الجنيهات. فما رأيك في هذا الامتحان؟ إن نتيجته طيبة ففي نهاية الشهور 6 سوف لا يكون معي بنس واحد منها، والحمد لله. هل تعترف بأنك مغلوب على أمرك؟ قطعا مغلوب تماما. وتظن أنني أيضا مغلوبة؟ للأسف، لأنك لا تعرفين التشرد والفقر، وقد رحمك الله الرحيم فرعاك ولم يجعلك تعرفين. كم تبلغ 100 قرش؟ إنها تبلغ حين تحويلها إلى عملة إنجليزية حوالي 35 شللا. هاتها. للأسف أنا لا أملك 35 شللا، ويجب أن أستدينها لك. وأنا أيضا لا أملك بنسا واحدا، ولكن هذا لا يهم في شيء، فسوف أقترضها من سائق سيارتي، وهو سوف يقرضك 150 جنيها على حسابي إذا سألته عنها. والآن وداعا وإلى اللقاء بعد 6 أشهر. سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل هذه المرأة نكتة متعبة؟ هل هي مجنونة؟ ها؟ سرداب ضيق في شارع تجاري، نرى رجلا عجوزا يجلس مع زوجته يمعن النظر في نقوده، أما الزوجة فتخيط أزرار سترة في سرعة. إلى يمينها كومة من السترات، وإلى يسارها كومة أخرى شرعت في تجهيزها. ينفذ ضوء خافت إلى السرداب خلال السلالم الحجرية، ولكنه لا يصل إلى المكان الذي يجلس فيه الزوجان، مما دفعهما إلى إضاءته بمصباح كهربائي صغير. وبين السلم والمنضدة علقت ستارة قديمة ممزقة. تتوقف المرأة عن العمل وتخفي كومات السترات تحت المنضدة. تهبط إيفانيا السلم وتبدو مرتدية معطفا قديما من معاطف المطر، وعلى رأسها قبعة مهلهلة. ثم تنظر إلى الزوجين وتنظر حولها. تتقدم ناحية الستارة وتنظر خلالها. ما هذا يا سيدتي؟ لما ترفعي هذه الستارة؟ ماذا تريدين وماذا تفعلين هنا؟ أريد عملا، وقد أخبرتني امرأة أنني سوف أجد عملا هنا، وأنا فقيرة معوزة. ليست هذه هي الطريقة التي تحصلين بها على عمل، فتضعي أنفك في أماكن لا علاقة لك بها. اخرجي اخرجي، فليس هنا نساء يعمل. إنك تكذب، فهناك 6 نساء يعملن هناك، فمن الذي منحهن العمل؟ وهل هذه الطريقة تتكلمين بها معي؟ إنك مغرورة بنفسك، أليس كذلك؟ ومن أنا فيما تعتقدين؟ حشرة وضيعة. احترس، فإنني أستطيع استعمال قبضة يدي وأستطيع الركلة إذا احتاج الأمر. احترس يا جو، احترس، فإنها مفتشة. ألا ترى حذاءها؟ أنا لست مفتشة، ولكن ماذا رأيت في حذائي؟ تكلمي. حسنا يا سيدتي، هل من المعقول أن تبحث امرأة عن عمل وهي تضع في قدميها حذاء مثل هذا؟
وإني أصدقك القول يا سيدتي بأننا لا نستخدم أي امرأة هنا، ونحن لسنا إلا أصحاب رعاية النساء. ولكنني رأيت 6 نساء. أين؟ إنه ليس عندنا روح واحدة، وفي وسعك أن تفتشي هذا المكان اللعين. تريث تريث يا جو، ولا تتكلم مع سيدتي هكذا. وأنت يا سيدتي ترين أنه لا توجد روح واحدة هنا. إنني أشم رائحتهن وأنتم تعطوهن إشارة للاختفاء. إنكم تحطمون القانون، فإما أعطيتني عملا وإما أرسلت خطابا إلى مكتب العمل. التفت يا سيدتي، هل في استطاعتنا تدبير هذا الأمر؟ وأي شيء تفيدينه حين تصيبين رجلا مثلي بالأضرار وتغلقين حانوت الصغير؟ وأي شيء أستفيده حين لا أقول شيئا؟ حسنا، ما رأيك في نصف ريال في الأسبوع؟ أنا لا أستطيع الحياة بنصف ريال في الأسبوع. إنك تستطيعين إذا دبرت الأمر، وهناك غيرك كثيرات يعرفن الطريقة. أعطيني عناوين الأخريات، لأنني إذا أردت أن أعيش بطريق الخط فيجب أن يكون لي مران طويل. ما دمت أدفع فلماذا لا يدفع الآخرون؟ أتأخذين نصف ريال؟ انظري إلي، استمعي إلى صوتي. إنه لك، وفي كل أربعاء سوف أمنحك مثله إذا أبعدت مفتشين عني. لا فائدة من إسماعي صوت رنين نصف ريال، فإنني معتادة على سماعي، وأنا أشعر بأنك يجب أن تدفع 5 شيلينات إذا ألححت أنا في الطلب. لا يا سيدتي، يجب أن يكون عندك شعور نحونا، وأنت لا تعرفين البلاء الذي نعيش فيه. نحن لسنا متسولين هنا، وأنا أدفع ما يستحقه العمل، ولن أدفع بنسا واحدا زيادة على ذلك. وأظهر أنك تعتقدين أن الأمر يستحق 5 شيلينات، وإذا كنت تعرفين ذلك فأنت تعرفين أيضا أنني لا أدفع زيادة عن ذلك. فخذي 5 شيلينات لا بارك الله لك فيها، خذي. لا تكن أحمق يا جورج. اسكتي أنت، وهل تظنين أنك تستطيعين تسول شيلين أو شيلينين؟ إنني أستطيع أنهاء صفقة قاسية دون أن ألتفت إلى حذائها، فإنها قد أوقعت بنا وهي تعلم أنها أوقعت بنا. أنا لا أحب طريقة الخطف إذا استطعت بالطبع، ولكن هل في وسعك أن تمنحني عملا بسيطا؟ إنك تريدين التعمق قليلا في عملنا، أليس كذلك؟ إنني عميقة أكثر مما تعتقد، فأنتم تستخدمون 6 نساء هنا، وهذا الشيء الذي تضعه في الركن ليس إلا آلة تدار بالغاز، وهذا يجعل حانوتك مصنعا خاضعا للقانون، كما أن الشروط الصحية مخالفة للتعليمات. وليس عندي شيء آخر أقوله، وقد وضعتك في قبضة يدي، فإما أعطيتني عملا أعيش منه، وإما جعلت عشك يتبدد كعش النحل. إنني أفكر الآن في أن أبعد عن هذا المكان وأرحل إلى مكان آخر لا تعرفين طريقك إليه أبدا، وقد تعودت تغيير المكان. هذا هو كل ما تستطيع أن تفعل، ولكنك في حاجة إلى من يعمل عندك، فأخبرني عما يدعوك إلى منعي من عمل أعيش منه كما تفعل مع غيري ومع النساء 6 اللائي رأيتهن هناك. لأنني لا أريد أن يعرف الذين يعملون معي أكثر مما يدي. لقد فهمت، لأنهن سوف يدعون إليك المفتش. يدعون إلي المفتش؟ أي غبية أنت، إنهن أكرهن المفتش أكثر مما أكرهه. لماذا؟ ألسنا يريدن حماية القانون؟ إن المفتش لا يحميهن يا سيدتي، لأنه سوف يغلق الدكان ويضيع منهن عملهن الذي يعشن منه. ولو أنهن عرفن أنك قاسية إلى حد الإبلاغ عنهن فإنهن سوف يهبطن إليك راكعات لتركهن في حياتهن. وما دمت تعرفين كل هذا فيجب أن تعرفي أن هذا العمل لا يمنح الطرف، فإنه صناعة رخيصة تافهة، وما دمت أجد النساء يعملن بأجور مخفضة فإنني أستطيع الاستمرار، ولكنني لا أستطيع الوصول إلى حياة الطرف، فليس عندي أجور ثابتة مسعرة، وليس عندي اشتراطات صحية كما سميتها، وليس عندي تبييض الدكان كل 6 أشهر، وليس عندي غرف مخصصة للطعام ولا تأمين ضد أخطار الآلات. وأنا لا أهتم بشيء من هذا كله، لأنني لا أملك إلا شيء
شيئا واحدا هو هذه الآلة القديمة التي تدار بالغاز والتي لا تضر ذبابة واحدة، ولكنها تخضع لقانون المصانع كما قلت أنت. وأنا لا أملك صناعة كبيرة، ولكني بعت بأرخص ثمن ما كنت أملكه من آلات كبيرة، ولم يبق إلا أن تطلب مني أن أدفع أجورا طبقا للائحة الأجور الرسمية كما يريد المفتش. ولو أنني فعلت ذلك لصفيت عملي في أسبوع واحد. وما هو الأجر الطبيعي للمرأة عندك؟ بنسان ونصف بنس في الساعة، ولمدة 12 ساعة في اليوم. هذه عبودية ورق. كلا يا سيدتي، فإن أحدا لا يستطيع أن يسميها استعبادا، فإن الصانعة الماهرة تستطيع الحصول على 12 أو 15 شرنا في الأسبوع، وهي تعمل أسبوعا وتستريح أسبوعا. ألم يكن هذا هو الأجر الذي كانت تدفعه الحكومة في أول الحرب حين استدعت النساء للعمل؟ أم تظنين أنني أدفع أكثر مما تدفعه الحكومة البريطانية؟ إنني أؤكد لك أن هذا هو الأجر المضبوط العادل، وقد كان هكذا دائما يا سيدتي. كما أن بنك إنجلترا يدفع أرباحا لا تزيد عن 5%، ولكن مفتشك يقول إن هذا عمل مشروع عادل. وهل تستطيع امرأة أن تحيا باثني عشر شلنا في الأسبوع؟ بالطبع بالطبع تستطيع، وأي شيء يمنعها من ذلك؟ لماذا يا سيدتي؟ إنني حين كنت فتاة كنت أعمل في مصنع كبريت، وكان يدفع لي 5 شلينات في الأسبوع، وكان هذا أعظم هدية لأمي. والفتاة التي ليس لها عائل ولا أسرة تستطيع دائما أن تجد عائلة تضمها إليها مقابل 4 شلينات و6 بنسات، وتعاملها معاملة خيرا من المعاملة التي تلقاها في بيت أبيها. وأنا أستطيع أن أجد لك عائلة من هذا النوع اليوم، بدلا من المناقشة في هذه الأشياء اللعينة وفي قائمة الأجور التي أتلفت كل شيء وأطمعت الفتيات في أشياء فوق مستواهن الاجتماعي دون منحهن الوسائل التي ترفه عن حياتهن. حسنا حسنا، إنني سوف أعمل هذا لأحقق أملا في أنني أستطيع أن أعمل وأكفي نفسي. فمنحني العمل ولا داعي للكلام. ومن الذي بدأ الكلام، أنت أم أنا؟ أنا الذي بدأت، وأشكرك على نصائحك التي قلتها لي، فإنها كانت دقيقة وقد أصابت قلب الموضوع، فهل هذا اعتذار كافي؟ والآن إلى العمل، فإني في عجلة من أجل العمل. وأي عمل تستطيعين أداءه؟ هل تعرفين الخياطة؟ هل تستطيعين صناعة فتحات الزراير؟ كلا بالطبع، فإني لا أسمي هذا عملا. إذن فأي نوع من العمل تبحثين عنه؟ عمل عقلي؟ لا بلا. دعني أعرف عملك ورياستك للعمل وتنظيمك له وتقسيمك إياه، ودعني أعرف كيف تديره. يحسن أن تعودي أنت إلى عملك لتري ماذا تصنعين. وأنت حين تستطيعين إرضاء حب استطلاعك تماما قد تأخذين 5 شلينات وتذهبين. لماذا؟ ألست ترى حضوري إلى هذا الكهف نوعا من المغامرة الممتعة؟ أنا لم أرى امرأة أشد وقاحة منك، ولم أسمع أحدا يروي وقاحة مثل وقاحتك. ماذا تصنعين بهذه الأشياء بعد الفراغ من إعدادها؟ يأتي الرجل بسيارة نقل ويأخذها. وهل يدفع لك ثمنها؟ كلا، فإنه يعطينا إيصالا بها، ويدفع المستر سوبرفلو قيمة الإيصال في نهاية الأسبوع. وماذا يصنع المستر سوبرفلو بهذه السترات؟ يعطيها للتاجر الذي يمده بالقماش، وتحضر إلينا سيارة لنقل القماش ثم تأخذ الملابس المصنوعة. ولماذا لا تتعاملون مباشرة مع تاجر القماش؟ لا، إن هذا لا يكون صحيحا، فنحن لا نعرف من هم تجار الجملة، ولكن مستر سوبرفلو يعرفهم، كما أننا لا نستطيع إحضار سيارة نقل. وهل يملك مستر سوبرفلو سيارة النقل؟ لا، فإن هذا ليس صحيحا، لأنه يستأجرها بالساعة من بولتون. وهل يتغير سائق السيارة؟ كلا كلا، فإنه دائما الرجل العجوز تيم جودانوف. اكتب لي هذه الأسماء، سوبرفلو وبولتون وجودانوف. أنا لست كاتبا عندك كما تعلم. سوف تكون كاتبي حالا، ألم أقل لك اكتب؟ حسن اكتب. وحين يأتي جودانوف في المرة القادمة قل له: أخبر بولتون أنه يوجد إنسان يريد شراء سيارة النقل ب14 جنيها، وقل له أيضا إنه إذا استطاع إقناع بولتون بأتمام الصفقة فإنك سوف تعطيه جنيها بخشيشا له، وإنك سوف تزيد أجره نصف ريال،
وأنه سوف يقود السيارة إلى نفس الأماكن التي يقودها إليها الآن، وهو يعرف بلا شك تجار الجملة، ولذلك فإن مستر سوبرفلو لا لزوم له عندنا، وسوف لا تجمع الذين يعملون معنا الآن فقط، بل يجب أن تجمع معهم جميع الكادحين الآخرين. الكادحون؟ ومن هم هؤلاء الذين تطلقين عليهم اسم الكادحين؟ اعرف نفسك يا رجل، فأنت تجدح من أجل نفسك كما أنك تجعل امرأتك تجدح وتجعل النساء الأخريات كادحات، وأنت تعيش على العرق والكد والكتف. ولكن ليست هذه هي الطريقة التي يجب أن تتكلمي بها، لأنها ليست طريقة قانونية، فأنا أدفع الأجور الصحيحة كما يدفع أي إنسان، وأنا أمنح العمل لمن لا يستطيعون الوصول إليه. إنك شديد الحساسية في هذا الأمر، وأنا لست مثلك، لأنني سوف أستغل مستر سوبرفلو وسوف أستغل مستر تيم جودانوف بدلا من ترك سوبرفلو يستغله. اسمعي، هل هذا العمل ملكي أنا أم ملكه؟ سوف ترى. ولكن هل تريد شراء سيارة النقل؟ ومن أين أحضر المال الذي أشتريها به؟ ومن أين تأتي الأموال كلها؟ أليس من البنك؟ يجب أن تودعي أنت المال أولا، ألم تفعلي ذلك؟ ليس دائما، ولكن بعض الناس يودعون أموالهم في البنوك ثم يقرضك البنك ما تريد حين يؤمن بأنك تعرف كيف تسير في عملك. اسمع يا جو، لا تدع أموالك لهبا للبنوك، فإنه لا خير يأتي لأمثالنا من البنوك، ولا تدعها تضحك عليك يا جو. متى أخذت إجازتك؟ أنا أخذ إجازة؟ إننا لا نعرف معنى الإجازات، وقد أخذت يوما في العيد منذ 18 عاما. وقد كبد هذا اليوم العالم بأسره حربا شعواء وتضيع 20 مليونا من الجنيهات، وكل ذلك لأنك أخذت يوما واحدا إجازة. أنا أريد أن أعتقد أنك خير من هذا كثيرا. إننا لا نفهم معنى لهذا الكلام هنا، وليس لدينا وقت نضيعه في هذا التخف، فهل تتفضلين بأخذ منحتك الصغيرة وتذهبين؟ هذا هو تيم، جاء ليأخذ الملابس. اجلس أنت فسوف أتفهم مع تيم. لا تسمع كلامها يا جو، ولا تتركها تتدخل في عملنا، فإنها سوف تضيع أموالنا في أسبوع واحد وتتركنا عبيدا حتى آخر يوم في حياتنا، وأنا لا أريد أن أستعبد أبدا، فنحن الآن لا حول لنا ولا قوة كما كنا في صفانا. أي نوع من الزوجات أنت؟ إنك تنزعين الجرأة من قلبي في كل مرة. ألست أرى الرجال يلقون بأموالهم في البنوك؟ إنهم يدخلون البنوك ويخرجون منها طوال يومهم، وماذا يفعلون غير تدخين السيجار وشرب الشمبانيا؟ إن 5 جنيهات بالنسبة إليهم كالبنس الواحد بالنسبة لي، فلماذا لا أحاول محاولتهم بدلا من استعبادي هنا لبنس واحد ولنصف بنس؟ لأنك لا تفهم هذا العمل يا جو، فنحن نفهم طريقتنا وحدها، وهي طريقة تورث الفقر، ولكن من الذي يعرفنا أو يمد لنا يد المساعدة في وقت الشدة إذا بدأنا نعمل أشياء لم يعملها أحد من قبل؟ وكيف يكون حالك إذا مشيت في الشوارع التجارية ولم تنل شيئا إلا النظرات السوداء المتجهمة من أصدقائك جميعا الذين سوف يرفضون إعطائك دينا لمدة أسبوع واحد؟ اسمع يا جو، لقد مضينا في عملنا طوال هذه السنين ولم نسمع كلمة واحدة أو شكاية واحدة، وفي استطاعتي أن أمضي في هذا الطريق طويلا حتى نصل إلى السعادة حينما نبلغ من الكبر عتيا، ولكنك إذا حطمت كل شيء وأوضعت نقودك في البنك وغيرت طريقتنا فليس في وسعي الاستمرار، بل إن هذا العمل سوف يقتلني، فلتنهض وتوقف هذه المرأة عند حدها ولا تجعلها تتكلم. لا تحطم قلبي ولا تقتل نفسك، لا تجلس هكذا متكاثرا وأنت لا تعلم ما هي صنيعة بك. اسكتي ولا تولولي، فسوف لا أجعلها تتدخل في عملنا وسوف أطردها حالا. والآن يا سيدتي دعينا نتفاهم. ليس هناك ضرورة للتفاهم، فإن تيم متأكد من أن بولتون سوف يأخذ 10 جنيهات ثمنا للسيارة كما أن تيم هو عبد المختار، ولتجعل هذه المرأة تخلف الولولة والصراخ إذا تمكنت،
وأنا ذاهبة الآن لأنه ليس لي عمل بعد ذلك، وسوف أقوم بهذا العمل نصف يوم كل أسبوع، وسأشغل غسالة أطباق في فندق لأشغل بقية وقتي. ولكن يجب أن أذهب حالا إلى العنوان الذي أعطاني إياه تيم لأنظم العمل، وأخبرهم أننا سوف نرسل إليهم الملابس ونأخذ الأقمشة، وحين أفرغ من هذا التنظيم سوف أعود إليك وأنظم لك كل شيء. والآن استمر في عملك وإلى اللقاء. يا ربي، إنها تبدو أمامي كالحلم، وماذا أصنع بعد ذلك؟ افعل ما أمرتك به يا جو، فإننا مثل الأطفال. الفصل الرابع، المنظر، مشرب الخنزيرة والصفارة. وقد تحولت غرفة القهوة إلى استراحة، واختفت المنضدتان الطويلتان، ووضع مكانهما مناضد شاي متعددة، صفت حولها مقاعد مريحة، واختفى البوفيه الضخم والسمكة المحنطة واللوحتان القديمتان، ووضع بدلها مكتبان صغيران لهما مقعدان لطيفان، وبينهما صوانات كتب ومصباح كهربائي له ظلال بديعة. وبالقرب من المكتبين منضدة عليها الصحف والمجلات، كما وضع بعيدا عند الباب مقعد طويل يسع 3 أشخاص، ومعه 3 مقاعد في الناحية المقابلة. وقد طليت جدران الغرفة طلاء جميلا، وأصبح المشرب الوضيع السابق فندقا من فنادق الدرجة الأولى. نرى ألاستر بملابس التجديف جالسا على المقعد الطويل يقرأ بعض المجلات، كما نرى باتريشيا في ثياب الصيف جالسة في المقعد الأوسط، ويبدو أنها منشرحة الصدر إلى حد بعيد. أليس المكان جميلا يا باتريشيا؟ نعم يا حبيبي، إنه رائع. لا شيء يعكر صفو يوم عطلة على شاطئ النهر، فالإنسان يجدف في الصباح ليمنح نفسه شهية وقابلية للطعام، ثم يأكل أكلة دسمة، وبعد ذلك يستسلم للكسل والهدوء. ماذا يريد الإنسان أكثر من هذا في الحياة؟ إنك تجدف في مهارة يا ألستر، وأنا أحب أن أراك تجدف بمجداف واحد على ظهر زورق مسطح، فوقفتك على الزورق رائعة. هكذا يجب أن يكون الوقوف على ظهر الزورق المسطح، وأنت أيضا هادئة وادعة في تجديفك. أنا لا أخشى عليك حين تقذفين المجداف على غير هدى. إيه، إن النهر وادع، وأنا لا أعلم أيكما أكثر وداعة، أنت أم النهر. ولكنني أذكر لنفسي أنني أقاوم شلالات نياجرا 3 مرات أو 4 مرات في اليوم في بيتي. لا تفكر في ذلك يا حبيبي، فإنه ليس بيتا، ولكن هذا هو البيت. نعم نعم يا عزيزتي، لك حق فيما تقولين، هذا هو البيت كما يجب أن يكون، ولكنه ليس إلا فندقا. وماذا يطلب الإنسان أكثر من فندق جميل؟ إن كل الخدمات المنزلية تؤدى لنا، ولا متاعب مع الخدم، ولا أجور ولا ضرائب. إنني لا أجد السلام والهدوء إلا في الفنادق، ولكن الرجال قد لا يشعرون بشعوري. مساء الخير، أرجو أن تكون قد وجدتما كل شيء هنا كما تحبان. نعم وأشكرك، ولكن ماذا صنعتم بالفندق القديم؟ إنني حين كنت هنا آخر مرة في العام الماضي كان هذا المكان مشربا عاما يسمى الخنزيرة والصفارة. كان هكذا حتى عهد قريب يا سيدي، لأن أبي كان يحتفظ بالخنزيرة والصفارة، وهكذا كان أباؤه يفعلون منذ أيام الملك
ويليام الفاتح، وقد أمضى الكاردينال ويلسلي ساعة هنا في مشرب الخنزيرة والصفارة حين فقدت بغلته حدوة وأرسلت إلى الحداد لصنع واحدة غيرها. ولست أخفي عليك أن آبائي كانوا يفكرون في أنفسهم ويعتقدون في مقدراتهم أكثر مما يجب، ولكنهم لم يكونوا رجالا مثقفين. لقد حطموا المكان القديم بمحاولتهم تجديده وإبعاد الأشياء القديمة عنه. وكان في الرمق الأخير حين رأيته يا سيدي في العام الماضي، وكنت أخجل منه خجلا شديدا. وأنت تصنع الأساس الأول للفندق الآن؟ كلا يا سيدي، فإنه ليس من صنعي، فأنا هنا أعمل مديرا للفندق. وأنت لا تصدق هذا بسهولة حتى أقص عليك القصة كاملة، وهي قصة خيالية كما أتصور، وأكثر خيالا من قصة الكاردينال ويلسلي، ولكني لا أحب أن أثقل عليكما. أرجو أن تخبراني، هل في استطاعتي إمتاعكما؟ إنني أحب أن أعرف القصة الخيالية عن الخنزيرة القديمة إذا كنت تستطيع قطع الوقت. أنا تحت أمرك يا سيدتي على الدوام. تحدث تحدث أيها الرجل العجوز. سوف أروي لكم القصة بالكامل. فقد حضرت إلينا في يوم من الأيام امرأة وطلبت عملا عندنا كغسالة أطباق، ولم يكن في وسع أبي أن يردها رحمة وإشفاقا، وقال إنها سوف تحاول هذه المحاولة يوما وبعض يوم. ثم بدأت العمل فكانت تغسل طبقين وتكسر ستة أطباق. وكانت أمي غاضبة لأن الدنيا لم تكن في نظرها سوى هذه الأطباق. ولم تكن أمي صبورة رغم أن الأطباق كانت قبيحة الشكل وقديمة ورخيصة، ولم تكن تعرف متى دخلت الفندق. وقالت أمي إن هذه الفتاة التي كسرت الأطباق يجب أن تدفع ثمنها وأن تعمل عندنا شهرا يخصم من أجله ثمن الأطباق. ثم ذهبت الفتاة وعادت تحمل كومة من الآنية الفخارية الجميلة بدلا من الآنية القديمة، مما جعل أمي تصرخ في ذعر. وقالت الفتاة إننا سوف نحتقر إلى الأبد إذا ما قدمنا الوجبات في تلك الأطباق القديمة البالية. وفي اليوم التالي حضرت إلينا سيدة أمريكية ومعها بعض ضيوفها، واشترت الأطباق الجديدة بثلاثة أضعاف ثمنها، ولم تقل أمي كلمة واحدة، وأتمت الغسالة هذه الصفقة كما لم تكن تحلم بها. وليس من شك في أنها كانت قاسية في معاملتها لنا، ولكننا لم نكن نستطيع إنكار صواب رأيه. قاسية؟ وأية قسوة في إحضار آنية جميلة لكم؟ لم يكن هذا هو كل شيء يا سيدتي، بل كان هذا جانبا لطيفا من الموضوع، فإن هذه الفتاة الغسالة كسرت جميع الأطباق القديمة وألقت بأجزائها في النهر. ولكن الذي حدث مع مشرب الخنزيرة والصفارة لم يكن الأطباق القديمة الغليظة التي تضيع تلذذكم بالطعام، ولكن الموضوع كله كان يتعلق بالزبائن القدماء الذين لا يؤمنون بالأفكار الحديثة، وكان يجب أن يلقى هؤلاء الزبائن في الطريق، ثم يتجولون في الطرقات أياما يدخلون بعدها أحد بيوت الصدقات حيث يجدون الحياة. وكان هذا البار الذي كان أبي وأمي يشرفان عليه، وكانت أمي ترتدي ثياب القرن التاسع عشر، ولم تؤمن قط بأن الدنيا في هذه الأيام تقدمت كثيرا جدا، وأن العالم اليوم ليس هو العالم حين تزوجت. وقد قالت لهما غسالة الأطباق كل الحقائق عن نفسيهما، ومزقتهما بهذه الحقائق تمزيقا لأنها كانت تقول الحق، ولم أستطع أنا معارضتها. وكان الرجل العجوز يريد أن يتخلص من العناء، فلقد كان لابد له من دفع فوائد الرهنية التي كانت تقض مضاجعة. وكان الشيء التالي الذي فعلته الفتاة أن دفعت قيمة الرهنية كلها، وأخذت من أيدينا الصوت الذي كنا نضرب به في فيافي الحياة، وقالت لنا إن الوقت قد حان لنبيع لها حقنا في الفندق لأننا لم يعد لنا وضع فيه. له لأمر عجيب أن تبعدكم بهذه الطريق. كان أمرا قاسيا، ولكنه كان حقا، فإن الدائنين كانوا سوف يحضرون إلينا إن عاجلا أو آجلا،
فالعمل هو العمل، وليس هناك مجال للعبث، وليس هناك مجال للعواطف. ويجب أن نفكر فيما فعلت من خير، فإن أبي وأمي لم يكن في وسعهما سداد الدين، وكنت أنا أخجل من المكان الذي يرتبط بالخنزيرة والصفارة. والبيت الآن ملك للفتاة، وهو يعطي إرادا أكثر مما كان يعطي مشرب الخنزيرة والصفارة، وأنا أعمل مديرا له بمرتب ونسبة مئوية لم أكن أحلم بها. إذن فهي لم تضحك علي؟ كلا يا سيدي، وأنت ترى أنني لم أكن أستطيع إحداث التغيير بنفسي، ولكنني كنت ذكيا وأدركت أنها تقود الحق، وأنا أؤمن بهذه المرأة. ولو أنها قالت لي أحرق هذا الفندق هذه الليلة لفعلت بلا تردد. وهي كلما وضعت يدها على شيء تحول إلى ذهب وهاج. ولقد كان البنك يقف في سبيل أبي من أجل 5 جنيهات، ولكن مدير البنك لا يقف في سبيلها أبدا، وهي امرأة عظيمة يا سيدي، ففي يوم تعمل غسالة أطباق وفي اليوم التالي تصبح صاحبة فندق من الدرجة الأولى. ولكن هل أبوك وأمك سعيدان بهذا التغيير؟ كلا، فإن التغيير كان قاسيا بالنسبة لهما في هذه السن المتقدمة، وقد ذهل أبي منذ مدة طويلة، وأصبحت أمي في طريقها إلى الذهول، ولكنهما رغم ذلك ينالان كل ما يتمنيان ويجدان العناية الواجبة به. إن هذه قصة سينمائية، وهي أعظم خيال مما تتصور يا صديقي. لقد عرفت أنا امرأة من هذا النوع. بهذه المناسبة أخبرك أنني تلقيت برقية من أحد أصدقائي يدعى المستر سجامور، وهو يريد أن يقضي عضلة آخر الأسبوع هنا، فهل نجد له غرفة عندك؟ سوف أدبر الأمر يا سيدي وأشكرك. هل عندك نزلاء كثيرون هذا الأسبوع؟ أقل مما ينتظر يا سيدتي، فعندنا طبيب مصري يتناول طعامه هنا، وهو رجل غزير العلم كما أعتقد، ولا يتكلم كلمة واحدة مع أحد. وعندنا شاب آخر عليل خرج من المستشفى منذ أيام ورعاه الطبيب المصري، وهذا الشاب يتناول طعامه هنا أيضا، وهؤلاء هم كل نزلائنا غير بعض الزائرين الجدد الذين يقدمون إلينا. حسنا، إننا سوف ننضم إليهم. وبهذه المناسبة يا سيدي يؤسفني أن أتعبك قليلا، فإنك جئت في هذا الصباح ولم توقع على سجلات الفندق. إنني آسف، فقد نسيت هذا الأمر. هذا هو التوقيع. أشكرك كثيرا يا سيدي. من؟ تشرفنا كثيرا يا سيدي. هل هناك شيء يريبك؟ كلا يا سيدي، لا شيء اطلاقا، بل ان الامر على النقيض. فان اسم مستر وميسيس فيتس فاسندن اسم غير عادي، فهل لي ان اتشرف بالترحيب بالشهرة؟ نعم هذا حق، فانا بطل التنس وبطل الملاكمة وكل ما يتعلق بهما، ولكنني هنا في عطلة ولا أريد أن أسمع شيئا عن هذا كله. لقد فهمت يا سيدي، وسوف لا أقول شيئا عن هذا إلا لأصحاب الفندق. وهي السيدة التي أخبرتك عنها واسمها فيتس فاسندن. ماذا؟ دعني أخرج من هنا. قم يا باتريشيا. ولكنها ليست هنا الآن، ولا أعتقد أنها سوف تأتي في نهاية هذا الأسبوع. لا تضطرب يا حبيبي، فإن لنا حقا في الإقامة في فندقها ما دمنا ندفع الأجر كما يدفع الناس جميعا. افهم الأمر على طريقتك، ولكن عطلتي قد ذهبت مع الشيطان. اعتمد علي يا سيدي، فإنها لن تأتي، وقد ضجرت من زيارتنا هذه الأيام. وهي تعتمد علي. سيدي، إن صديقكم المستر سجامور حضر مع الرجل المريض. الأستر والأنسة سميث، ما معنى هذا يا سجامور؟ إنك لم تقل لي من هم الذين أتيت بهم لأراهم، وقلت لي إنهما صديقان. وإنه يا ألاستر، صدقني إذا قلت لك إنني لم أعرف أنك هنا، لأن ساجامور قال لي تعال لترى بعض الأصدقاء الذين يسرك أن تراهم. إننا سعداء برؤيتك يا مستر أدريان، فتفضل بالجلوس. ولكن ماذا حدث لك يا صاحبي؟
وأي شيء جرى على وجه الأرض حتى تفعل بنفسك هذه الفعلة الشنعاء. كل إنسان يسألني عما صنعت بنفسي وأنا لم أفعل شيئا بنفسي، ولعلك تريد أن تسألني عن هذه الجراح، وهذا كله ما صنعته به زوجتك، وهذا هو ما دفع ساجامور إلى إحضاري إلى هذا المكان. إنني شديد الأسف يا صاحبي. اجلس اجلس يا مستر أدريان، اجلس وأرح نفسك على هذا المقعد الوثير. مسكين يا عزيزي مسكين. هكذا تفعل إبيفانيا دائما، فهل عرفت؟ نعم عرفت الآن، ولكنني يجب أن لا أكون هنا، وما كان يحسن بالأستاذ ساجامور أن يحضرني إلى هذا المكان. لماذا لا تحضر؟ إنني أؤكد لك أننا سعداء برؤيتك، ونحن لا يهمنا ما تفعل إبيفانيا. ولكنه يهمني أنا، ولست أشك في أنكم رحماء، ولكنني لا أطلب لنفسي نفعا من صديق وأعرض نفسي في الوقت نفسه للهجوم والضرب. أنك تستطيع أن تتحمل هذا يا صديقي، وليس هذا شيئا جديدا. لعلك تعلم أن الضحايا يأتون إلينا دائما لنرفه عنهم، فاجعل نفسك سعيدا ومطمئنا. إن هذا عطف بالغ منك، ولكني لن أمكث معكم طويلا، وأنا لا أفهم لماذا لعب علي ساجامور هذه اللعبة، ولعله لعبها عليكم أنتم أيضا. إن حقيقة الأمر هي أن أدريان لم يكن حكيما، وأعتقد أنكما ستساعداني في إعادته إلى حالته الطبيعية. لا فائدة لا فائدة من الكلام يا ساجامور، لقد طلبت تعويضا قدره 2500 جنيه بعد أن أصبحت لا أساوي بنسا واحدا. هذا كثير ومزعج، ولعلك لا تعلم أن المحكمة تحكم في مثل حالتك بتعويض يبلغ 500 جنيه إذا كان هذا الضرب قد أثر في دخلك وفي حالتك المالية. ولكنك على كل حال شريك دائم في الشركة التي أنشأها أبوك، وأنت لا عمل لك تربح منه، فاترك هذا الموضوع، لأنك لا تستطيع محاكمة امرأة لأنها هاجمت رجلا. ولماذا لم تضربها لكمة تدمي وجهها؟ أضرب امرأة؟ هذا مستحيل. إنك مغفل، إن المرأة حين تبدأ الصراع تعرف كيف تأخذ حقها. انظر إلى الآثار التي تركتها في جسدك، واعلم أنك يجب ألا تتركها، لأن هذا يشجعها على المضي في هذا السبيل. وانظر إلي، هل تجد آثارا تركتها في جسدي؟ إنك تجد علامة كبيرة في وجهها تركتها حين حاولت أن تصارعني في المرة الأولى، ولذلك فإنها لم تعد إلى ذلك أبدا. إنني للأسف لا أملك عضلات كعضلاتك، ولا أعرف كيف ألاكم، ولكنني سوف أتعلم الملاكمة بعد أن يتم شفائي، وسوف أرد لها الصاع صاعين، وسوف أجعلها تنفق 2500 جنيه خلاف المصروفات الطبية وأجور الأطباء. ولعلك دفعت أجر العربة التي نقلتك إلى المستشفى. لا لا، فقد ركبت سيارتها، ولكنني دفعت لسائقها هبة صغيرة. والآن أحب ألا تخطئوا في فهم حكايتي، فليس المال الذي أنفقته هو الذي أغضبني، ولكنني ضربت بيد امرأة، وهذا أمر يمس شرفي واعتزازي بكرامتي. حسن، ولكن كيف حددت رقم التعويض؟ ولماذا جعلت شرفك واعتزازك بكرامتك يساويان 2500 جنيه وليس 1,500,000؟ لأن أخي أخذ تعويضا قدره 2500 جنيه من شركة السكك الحديدية حين صدمته قاطرة كهربائية على رصيف محطة بادينغتون، وأنا لا أترك إبيفانيا حتى تدفع هذا المبلغ، لأنها كانت وحشا ضاريا وجبانة في ضربها إياي، ولم تكن غضبة حين ضربتني. هل كانت هادئة تماما؟ لقد قلت لك 1,000 مرة إنها كانت في منتهى الهدوء، ولكن الذي يؤلمني هو ما حدث قبل الضرب، لأن الذي أذكره هو أنني كنت أناقشها مناقشة هادئة حول أموال أبيها. هذا أسوأ ما فعلت، فإنها تستطيع أن تفعل بك ما تشاء، ويجب أن تعلم أنه لا توجد محكمة بريطانية تحكم لشخص بالتعويض إلا إذا كان طالب التعويض رجلا له أخلاق. أتريد أن تقول إنني رجل لا أخلاق لي؟ كلا، ولكن إبيفانيا سوف تعرف كيف تدافع عن نفسها حين تدخل معها إلى ساحة المحكمة. وهل تصدق أية محكمة أننا كنا حبيبين حين ترى الرسغ المكسور والرقبة المخلوعة والرأس الذي خرج فيه كرة تشبه بيضة النعامة؟ إن كل شيء ضدك، فإن العشاق هم الذين تحدث معهم الكوارث،
وقد تدافع عن نفسها قائلة إنها كانت في حالة دفاع شرعي ضد جريمة أوشكت أن تقع. إنها لا تستطيع أن تقسم على هذا الكذب. ومن قال لك إن هذا كذب؟ إنك لا تعلم ماذا حدث في النهاية وأنت مخلوط العقل. نعم، ولكن بعد الضرب. ولكنها سوف تكذب ذاكرتك فيما حدث قبل الضرب، وكيف تعرف ما صنعت في تلك اللحظات؟ هل أنت محاميها أم محامي؟ إن الظروف تجعلني محاميا لكل شخص في القضية، وإذا خيرت في رفض قضية واحدة من القضيتين فإنني سوف أرفض قضيتك. كيف أرفض قضية لزبونة لها مثل دخلها ولها مثل زكائها، وسوف يكون أجر مثلها 2000 أو 3000 جنيه في الحال للمحامي؟ جميل جدا يا ساجامور، أنت ترى حالتي وتعلم أن الحق والعدل في جانبي، وسوف لا أنسى ذلك أبدا. إنني آسف جدا، وأنا لم أكن أتوقع هذا. أنت تسمح لزوجي بأن يحضر معه امرأة إلى فندق أملكه وتسجل اسمها بدلا من اسمي؟ سوف أحرقه. إنني آسف يا سيدتي، فإنني دائما في جانب الصواب. فهل ترغبين في أن أذهب الآن أم ترغبين في استمرار في العمل حتى تأخذي مكاني؟ أنا لا أريد أن تذهب بحال من الأحوال، ولكنني أطلب إليك أن تقلف بهما معا وبسرعة إلى الطريق. إن مدير الفندق لا يستطيع إلقاء ألاستر إلى الخارج، بل إن ألاستر يستطيع أن يلقي بنا جميعا إلى الخارج إذا كانت الأمور تسير على هذه الوتيرة. أما بالنسبة للآنسة سميث فإنها تملك حق البقاء هنا مثلك ومثلي، لأن الفندق مرخص وليس بيتا خصوصيا. سوف أشعل نار في الفندق إذا دعت الضرورة. هلو، ومن هذا؟ ادعو إلي الدكتور حالا. حالا يا سيدة. هل جرحت نفسك؟ جرحت نفسي. هل أصيب في حادثة في الطريق؟ إن المرأة قتلتني ثم تسألني هل جرحت نفسي. لقد تدحرجت على السلم كله، وكسر رسغ يدي، وفكت ركبتي، وكسرت العظمة الصغيرة في رجلي، وحطم عمودي الفقري، ثم حملني سائقتي إلى المستشفى، ثم انتقلت إلى دار النقاهة، وكنت أدفع 12 جنيها في الأسبوع، واستدعيت 3 من الأطباء الجراحين من شارع هاري، ولم يعرف واحد منهم ماذا أصاب ركبتي، وطلبوا أن يقطعوا ركبتي ويفتحوها ليروا ماذا حدث فيها، ثم ذهبت إلى إخصائي في العظام ودفعت له 50 جنيها. ولماذا لم تنزل على السلم في هدوء؟ هل كنت سكران؟ أنا إنه يقول إن جراحه كانت من آثارك يوم قابلك آخر مرة. آثاري أنا؟ وهل أنا مصارعة أم حمالة فحم؟ أنت كلاهما. هل تنكرين أنك ضربته؟ بالطبع أنكر ذلك، وأنا لم أسمع شيئا من هذا القبيل مطلقا. إن كل ما حدث هو أنه ذم والدي بدون وجه حق في لحظة كنت أحمل له خلالها كل عطف ومحبة، وارتفع الدم إلى رأسي، وأنا أدرك أن ما فعلته بعد ذلك هو أنني نمت على المنضدة شبه ميتة، وسوف يخبرك الطبيب الذي رآني عن حالتي حينذاك. أنا لا يهمني ماذا كانت حالتك، ولكن كيف كانت حالتي أنا حينما حملني سائقك. إذن فكلاكما لا يعرف كيف انتهت هذه المأساة. أنا عندي شهادات طبية. وأنا أيضا عندي. سوف نرى. وأنا لا أريد أن أتحدث عن شيء يبعد عن قضيتي. ماذا تعني بقضيتي؟ إنه قد اتخذ إجراءات ضدك. إجراءات؟ جميل جدا، ولعلك تعرف طريقتي، وهي أن أحاربه حتى الرمق الأخير، ولا يهمني كم يكلفني ذلك، وسوف أخذه إلى مجلس اللوردات إذا احتاج الأمر، وسوف نرى من منا يستطيع الإنفاق حتى النهاية. وأنا لا أدفع رشوة إطلاقا. تظنين أن أموال أبيك جعلتك فوق القانون؟ كرر هذا القول مرة أخرى. والآن لا شيء من هذا يحدث. توكو يا فتاة. توكو. توكو؟ وما هو توكو هذا؟ إنها تعرف. توكو هو دواء لتهدئة الأعصاب، ضربة في الوجه ثم يوم في الفراش، هذا هو توكو. إنكم شهود يا مستر ساجامور، وأنت ترى بنفسك المعاملة القاسية التي أعامل بها من زوجي، فهو أقوى مني وهو يستطيع أن يغلبني، بل يستطيع أن يقتلني، وهذه آخر مناقشة بيني وبينه، وإن طهارة ذيلي لا فائدة منها، فافعل أسوأ ما تستطيع. أنتم في أمان الآن يا حضرات السيدات والسادة. إنك تعلمين الآن ما أحس به. نعم، تكلم وأشعرني بالألم وقطع قلبي وحاول أن تسلب أموالي، وأنت تحاول بذلك إحفاء نفسك من العقاب.
لا تأخذ الأمور هكذا، فليس هناك محاولة لابتزاز المال أو الإيلام، ولكنني أريد أن أنهي حكاية المستر أدريان قبل أن يصل الأمر إلى القضاء. أنا لا أريد سماع شيء عن جراح المستر أدريان. تعقلي قليلا وقولي لي كيف نناقش حكاية أدريان دون أن نتحدث عن جراحه. ليس لمستر أدريان تعويض عندي، فقد نال جزاءه وهذا هو كل ما حدث. ولكنه سوف يتخذ ضدك إجراءات قانونية. اتخذ أنت ضده إجراءات أيضا. لماذا؟ من أجل أي شيء، ولكن لا ترغمني على شيء، واطلب لي تعويضا قدره 20,000 من الجنيهات عن الخسائر التي لحقتني، فأنا لا أرضى بأن تسلب أموالي. وأنا أيضا لا تسلب أموالي، وسوف أخذ منك التعويض. اسكتا اسكتا من فضلكما، أنا لا أنصح أحدكما بالذهاب إلى المحكمة، ولكنني للأسف أرى أن تدفعي له تعويضا، وأنت تستطيعين دفع التعويض. اسمع يا مستر ساجامور، إن امرأة في مثل ثروتي لا تعطي شيئا، ويجب أن أحارب لأحافظ على كل بنس من مالي. واعلم أن كل متسول وكل نصاب ومتشرد وكل تاجر سياسة وكل جمعية وكل كنيسة وكل معهد من جميع الأنواع وفي جميع بقاع الأرض يحاولون في الصباح والمساء أخذ أموالي، ولو أنني ضعفت لحظة واحدة، ولو أنني أبحت لنفسي الخضوع لهؤلاء، فسوف أكون مفلسة بعد شهر واحد. وأنا أدفع جنيها كل عام لجماعة الدفاع عن حقوق دافعي الضرائب، وهذا هو كل ما أدفعه، وأنت تعرف طريقتي في المحافظة على أموالي، ولو كان بيدي الأمر لكتبت على صفحة السماء عبارة واحدة هي لتبعد الأيدي عن أموالي. إنك ترى يا مستر أدريان أنه لا فائدة من الكلام، فسر في قضيتك وأمرك لله. سوف لا أفعل. سوف تفعل ويجب أن تفعل، وأحب أن تعرفي يا سيدتي أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا ضدك، ولكنني أرجوك أن تفعلي شيئا من أجله. ليس عندنا وقت نضيعه في هذه التفاهات، وأنا عندي أعمال أهم من هذا كثيرا أريد إنهاءها. وعلى كل حال أعطيه ورقة من ذات العشرة جنيهات. ورقة من ذات العشرة جنيهات؟ ما هذا يا سيدتي؟ نعم، عشرة جنيهات، وليس هناك رجل يرفض ورقة من ذات العشرة جنيهات إذا وضعتها تحت أمري. ولكنه يريد 2,500 جنيه. 2,500؟ وليس أقل من هذا ببنس واحد. لقد قدرتك بأقل من قيمتك يا أدريان حين ألقيت نصف رجل على السلالم ثم أخذه سائقي إلى المستشفى. 5,000 من أكل ذلك. أتسمع كلامها يا ساجامور؟ أرجوك أن تضبط مشاعرك. اضبط مشاعرك أنت، لأنها لم تضيع مستقبل حياتك ولم تخرج كرة في رأسك. قد تفعل ذلك في أي لحظة. هل أعطيه 5,000 جنيه يعيدها لي بعد 6 أشهر مليون من الجنيهات؟ سوف أفعل بها ما أشاء، ويجب أن أخذها بلا شرط. إنه من الخطأ أن تذهب إلى المحكمة يا مستر أدريان، لأنه من الصعب إقناع القاضي بأن امرأة قد ضربتك، ثم هي تعرف حقوق المرأة، وسوف تذهب إلى المحكمة في أحسن ثيابها وفي أجمل زينتها، وإذا لعبت المرأة دورها فالويل لك. وقبل أن تحدد الجلسة سوف تكون عظامك سليمة، وسوف تعود الحياة إلى خديك، وليس أمامك إلا أن تجعل إيفيفانيا تضربك قبل الجلسة بيوم واحد، لأن جميع الظروف ضدك. هذا حق، هذا حق يا أدريان، وأنت ليس لك حظ كلب. في المرة التالية حين ترى قبضتها مسددة إليك حاول أن تهرب، إذا لم تستطع فسوف لا تحصل على شيء. هذا صحيح يا مستر أدريان، فتكلم معها بلطف لعلها تمنحك قيمة العلاج. هل هناك عدل يناله رجل من امرأة؟ صدقني إذا قلت لك إنه لا عدل لرجل عند امرأة، لا عدل لرجل عند صاحبة ملايين. وما هو العدل الذي تحظى به مليونيرة؟ أريد أن أعرف شيئا عنه. تقصدين العدل في المحاكم؟ إنني لا أفكر في المحاكم، فهناك عدل صغير، هناك عدل لكل إنسان، وأنا أعلم أن الملايين ليست عدلا في حد ذاتها، ولكني أريد أن أسأل عن عدل السماء. أوه يا إله السماء، نحن الآن نبحث عن هذا العدل. كيف تتهكم بي ألاستر؟ هل أنني مليونيرة لا أستطيع الاحتفاظ بزوجي، ولا أستطيع حتى الاحتفاظ بحبيبي، ولا أستطيع الاحتفاظ إلا بملاييني؟
وأنت تجلس أمامي وتضع ذراعك حول خصر هذه التافهة التي لا تملك شيئا والتي تجري وراءك لتشتري لها زوجا من الجوارب، وأنت سعيد وهي سعيدة، وهذه البذلة المحمولة على عكازين ماذا تحوي؟ أرجوك أرجوك أن تتركيني وحدي. كان هناك شيء يرضي هذا الرجل، وكان يقرضني 5 جنيهات ثم لا يسألني عنها مرة أخرى. لماذا؟ أهو إشفاق علي؟ أهو حب لي؟ كلا، بل هو غرور رجل فقير يقرض مليونيرة، وهو كالطفل الذي يريد أن يعبث بلعبة. وحين ضربته عرفت أنه لم يكن يراني امرأة، بل كان يراني مصرفا عنده طباخ يجيد الطعام. هذا كله جميل جدا يا سيدتي، ولكنه لا يوجد إنسان يستطيع الحياة معك. وهل هناك إنسان يستطيع الحياة معك؟ بل هل تستطيعين الحياة مع أي إنسان؟ إنما تقول باتريشيا حق، فإنه لا يوجد إنسان يستطيع الحياة معك. لماذا؟ تعقلي يا سيدتي، وهل هناك إنسان يستطيع الحياة مع عاصفة أو زلزال؟ نعم، هناك ألوف من الناس يعيشون على فوهات البراكين وعلى أرض طوحت بها بالأمس الزلازل، ولكن مع مليونيرة من الذي يستطيع الخضوع لسلطانها ويحس بقوة المال الذي يمنحها قوة؟ لا أحد يريد ذلك، وأنا لا أريد شيئا، فسوف أجلس وحيدة في بيتي وأكل لنفسي دائما وأنمي ملاييني حتى أجد رجلا يسعدني كما يسعد ألاستر حبيبته باتريشيا. وأرجو ألا يطول انتظارك. سوف لا أنتظر إطلاقا، وأنا حين أريد شيئا لابد من الوصول إليه. وقد تركت ألاستر لك بعد أن اكتشفت أنه لا يصلح لي لأنه يضربني. في حالة الدفاع عن النفس فقط، أنا لم أرفع عليك يدا إلا لدافع عن نفسي. نعم، إنك مثل القوى الأوروبية الضخمة، لا تحارب إلا لدفاع عن النفس. وأنت تزن ضعف وزني، وأنا لا أستطيع ملاكمتك لأنك أقوى مني. وقد تركتك لباتريشيا، وأرجو أن تتخذ إجراءات الطلاق يا مستر ساجامور. ولكنني لا أحب ذلك لألاستر، فلماذا لا يطلقك هو بدلا من تطليقك إياه؟ ارفع دعوة ضد باتريشيا سميث يا أستاذ ساجامور لأنها أهانت شرف زوجي، واطلب تعويضا قدره 20,000 من الجنيهات. هل هذا ممكن يا مستر ساجامور؟ إنني أخشى أن يكون هذا ممكنا يا آنستي. لقد كان أبي يقول إنه لا توجد إلا طريقة واحدة في القانون تقتل أصحاب الأموال، هي أن يكون خصومهم لا مال لهم، وأنت لا تستطيعين أخذ 20,000 جنيه مني. ولكنني أريد أن تعرف بريطانيا بأسرها أنني أخذت أحسن رجل وأعز رجل عند الإنجليز من أغنى امرأة. هل لعنة على أبي؟ قبلة، قبلة لك يا باتريشيا من أجل إبفاني. أخشى أن تكون هذه الضحكة من أجل المستر سميث العجوز، وحين لا يوجد شيء يفقد الملك حقوقه. أنا لا أستطيع تحمل أكثر من هذا، وأنا لا أريد أن أهب حياتي لهذا الانحطاط والتدهور، بل إنني أريد أن أعيش في وحدة وأبقى مقدسة في وحدتي حتى أجد الرجل الصالح، الرجل الذي يقف بجانبي في أعلى قمة ولا يفقد نفسه أبدا، ولا بد من وجوده في مكان لا أعرفه. يقول مدير الفندق إن أحدا طلبني هنا، فمن هو هذا الطالب؟ أنا أريدك، فلتتفضل. لم أرى نبضا كهذا النبض، فإنه يشبه ضربات مطارق بطيئة. وهل أنا مخطئة لأن نبضي هكذا؟ كلا، فها إرادة الله، فكل نبضات قلوبنا من إرادة الله. استمع إلي يا دكتور، إن هذا الكلام لا يصلح في هذه البلاد لأننا لا نؤمن بالله، وهذا الكفر لا يمتد إلى إرادة الله يا صديقي. إن النبض يضرب بطيئا قويا. إنك سيدة مضطربة، ولكنني أحب نبضات قلبك لأنني لم أرى نبضات مثلها من قبل. أوه، هذا خيال رائع، إنه يحب نبضات قلبها. إنني طبيب، والنساء كما تخيلتهن لست شيئا بالنسبة إلي، ولكن الحياة والنبضات هي من روح الله، فليرحمنا الله ولتظللنا رحمته. إن نبضاتي لا تتغير، وهذا هو الحب الذي أسعى إليه، وسوف أتزوج. ولتخرج لي يا مستر ساجامور شهادة طلاق من ألاستر. هذا مستحيل، فأنا ما زلت عند عهدي. ولكن ألم أنجح في اختبار والدتك؟ سوف أقدم لك شهادة بذلك، فقد تعلمت في النصف ساعة الأولى أثناء بحثي عن عمل أن أجر المرأة العاملة 5 شلينات في الأسبوع، وقبل أن يمضي الأسبوع الأول عرفت ما لم أكن أعرفه ولو عشت 100 سنة. ليس هذا من الوسائل التي شرعها الله من الرحمة والعدل،
فهل استطعت أن تردي إلى النساء المستعبدات بعض حقوقهن؟ لقد اشتريت حق الاستعباد وبعته لهذا الرجل سوبر فلو، وما زالت النساء مستعبدات. إنك لا تستطيع تبديل أسعار السوق، ولكنني اشتغلت في هذا الفندق غسالة أطباق، وأنا الآن صاحبة الفندق وليس هنا استعباد. إن الفندق يبدو جميلا في الصور الفوتوغرافية، ولكن الأجور التي تدفعينها ليست شيئا مذكورا، كما أنك جنيت على أصحاب هذا البيت، فقد حطمت الرجل الشيخ وتركت زوجته العجوزة مجنونة، وكان هذا جناية على فقر الفقراء، وأنت قد فعلت هذا للربح، فهل أقبل أنا خادم الرحمن أن أجني ربحي بهذه الوسيلة؟ وهل أرضى أنا الحارس المساعد للناس والحريص على صحتهم بما فعلته من جناية على هؤلاء الناس؟ أنا أرى الدنيا بعيني وكما أهوى. إن غضب الله سوف يمحق أولئك الذين يتركون الدنيا أسوأ مما وجدوها. إنني أعتقد أن الله يحب الذين يجمعون المال. هذه هي سنة الحياة. أنا لا أراها كما تراها أنت يا صاحبي، بل إنني أرى الغنى كارثة والفقر كارثة، ولا سبيل إلى العدل والخير والسعادة إلا عن طريق الفناء في خدمة رب العالمين. ولكن هذا الحديث لم يكن مفهوما وكان شاذا غريبا عند هذه السيدة التي أخذت وصية أمي بنظرة عابرة، وأنا لا أصدق ما تعاهدت عليه بينها وبين أبيها. لا تجادل في وصية أبي، وما زال أمامك متسع من الوقت، فإن شهور الستة لن تنتهي بعد، وسوف أطلعك على الطريقة التي تجعل بها 150 جنيها 50,000. إنك لا تستطيعين فقد ذهبت النقود. غير معقول أن تنفقها كلها، ولا بد من وجود مبالغ باقية منها. ولا بنس واحد. وماذا فعلت بها؟ في ذلك المساء الذي تركتك فيه لتكسب قوتك بعرق جبينك، كنت أقرأ إحدى الصحف، وقرأت في هذه الصحيفة نبأ سيدة ماتت ورصيدها في البنك 122,000 جنيه، وكانت هذه السيدة تعيش في شقة متواضعة، ولم تفعل هذه السيدة شيئا سوى البقاء في شقتها حتى الموت، ثم تركت 122,000 جنيه. ثم جاء في خيالي اسم آخر، وأستاذي الذي غير مجرى حياتي ومنحني روحا جديدة حين فتح أمام عقلي دنيا العلم، وكنت أنا مساعده 4 سنوات كاملة، وكان أستاذي يعد كل شيء خاص بالعملية بنفسه، وقد اخترع يوما موقدا معدنيا خاصا يسهر البلاتين حتى يجعله سائلا كالشمع. إنني مستعدة لبذل المعونة له إذا كان لم يحصل على بغيته بعد. إنه لم يطلب عونا من أحد طوال حياته، لأنه كان يؤمن بأن العلم ثروة كل إنسان، وكان يقول إن الملايين من الجنيهات يصنعها أولئك الذين لا يعرفون شيئا عن العلم. ثم مات وترك 400 جنيه وأرملة، وهي سيدة طيبة اتخذتها لي أما ثانية، وهي تكتفي في حياتها بشيل واحد في اليوم، لأنها كانت زوجة رجل حالم. وهل أنت ذاهب لتستجدي لها؟ إنني أحذرك من هؤلاء الأرامل التي يملأن قلبي غيظا، وأنا مستعدة لأن أكون متسولة، ولكن من أجل نفسي. لا تخافي ولا تحزني، فإن الله الرحيم القادر استمع لدعاء الأرملة، وآية ذلك أنني كنت أعالج أحد رؤساء الوزارة حين خيل إليه أنه مريض، وذهبت إليه وقلت له إن إرادة الله قضت بأن تمنح الدولة هذه الأرملة إعانة تناسب كفاح زوجها، فأمر بإعانتها 100 جنيه سنويا. ثم ذهبت إلى جمعية المعدنيين التي ربحت ملايين الجنيهات من اختراع أستاذي، وقلت لهم إن فاقة هذه السيدة كارثة لا يرضى بها الله تعالى، وكانوا أغنياء رحماء، فمنحوها أسهما تريع في العام الواحد 300 جنيه. فهل لا كانت صلواتها لرب العالمين رحمة ونورا لقلبها؟ ولكن هذه الأشياء استنفذت وقتا ليس بالقصير، فقد كان مرض زوجها وتمريضه وجنازته وتصفية معمله وانتقالها إلى شقة رخيصة أعمالا عنيفة لم تترك لها بنسا واحدا تعيش به، ولم يأخذ منها طبيب أو محام مليما واحدا، وكان أصحاب الحوانيت يصبرون عليها في بأسائها، لأن روح الله كانت تضللها، وكان لابد لها من 150 جنيها تسدد ديونها وتقيم حياتها على أساس جديد. وشاءت إرادة الله أن ينتقل هذا المبلغ من يد سائقك إلى يدي، وقد سررت به أكثر مما سررت بأي مبلغ من المال ربحته في حياتي،
ولكنني بدلا من العودة إليك ومعي 50,000 من الجنيهات أصبحت مدينا بثمن طعامي في فندقك، وأنا أسأل كل يوم من مدير فندقك عن تسديد حسابي، لأن هذا الأمر لا يجوز أن يطول ويجب أن يستقر على حال. إنك لم تصنع شيئا لنفسك يا صاحبي، ولكنك فعلت كثيرا من الخير للأرملة. لقد فقدت إبفانيا للأبد لأنها لن تتزوجك وجيوبك خالية. لماذا؟ إن 50,000 جنيه سوف نحصل عليها وعلى 10 أمثالها من الاختراع الذي تركه زوج الأرملة، لأن الدكتور حين أنفق أموالي على حاجيات الأرملة ساهم بهذا القدر في الاختراع نفسه، وكان في عمله هذا شريكا في العملية، أليس كذلك يا سجمون؟ هذا أمر غير قابل للمناقشة، فقد اتفق الدكتور مع رئيس الوزراء ومع جمعية المعدنيين وسوى جميع مشكلات الأرملة. ولكنني لم أسوي مشاكلي، فإنني مدين بثمن طعامي. إذا كان الأمر كذلك فأنا أيضا مدينة بثمن طعامي، وقد تلقيت اليوم خطابا من موردي الخاص يخبرني فيه أنني لم أدفع ثمن ما أخذت منذ سنتين، وإذا لم أدفع فإنهم سوف يضطرون إلى اتخاذ إجراء شديد. وما معنى هذا؟ معناه أنهم يريدون بيع أثاث بيتي. ولكنك لا تستطيعين بيع أثاثي لأنني لا أملك شيئا. لو كانت في يدك عصا لباعتها، فإنها ألعن امرأة في إنجلترا في معاملتها. ولهذا فأنا أغنى امرأة. وأنت يا مستر سجمور، ما رأيك في أنني فكرت في أنه يجب أن أتزوج الدكتور فاتخذ لي الإجراءات اللازمة؟ احترس يا دكتور، فإنها خانت زوجها حين أرادت أن تتزوجك، وقد خدعتني من قبل وأخذتني إلى شاطئ النهر وأوهمتني أنني سوف أكون خليفة ألاستر قبل أن تقع عينها عليك، وانظر ماذا فعلت بي ولسوف تفعل بك هذه الفعلة حين تجد رجلا غيرك يعجبها. ماذا تقولين في هذا؟ يجب أن تتعلم كيف تقتنص الفرص، وأحب أن تعلم أن هذا الموتور يحاول إغضابك مني زاعما أنني خائنة، وهو لم يتزوج أبدا. أما أنا فقد تزوجت وعرفت أنه في أسعد الزيجات لا بد من الوقوع في الشك 1,000 مرة في اليوم، فأنت تبدأ معتقدا أن لك زوجا واحدا، ثم تكتشف أن لك دستة كاملة، وهناك مخلوق تكرهه وتبغضه ولكنك ترتبط معه بالحياة، وحين تجلس معه على مائدة الإفطار يقول كلاما معسولا جميلا يجعلك تحبه وتقدره، والزوجة هي كل النساء لرجل واحد، وهي كل شيء في حياته، والتاج الذي يضعه على رأسه، والسر الذي يسير حركاته، والبصل الذي يدافع عنه، وهو يقول لها الأكاذيب دائما ولا يجد فيها سوى المتعة والمعونة، وعلى الأكثر يراها أعظم مغامراته، كما يرى أسوأ ما فيها كثرة مشاكساتها، ولكنها رغم ذلك طفل محبوب، وكل الزوجات هن جميع النساء في واحدة، وكل الأزواج هم جميع هؤلاء الرجال في واحد. وماذا يعرف رجل أعزب عن القلوب التي تمزقها مغامرات الحياة التي نسميها زواجا؟ تواجه الأمر كما تواجه عملية جراحية خطيرة، ولعلك قد واجهت مئات منها. إنه لا شيء خير من حكمة امرأة اختارتها العناية الإلهية، ولكنني سعيد بحالتي، ولماذا أغيرها؟ إنني سعيد لأنني أعزب. وهل تحس بنبضات قلبي كل يوم كما يحس الأعزب؟ لقد نسيت حكاية النبض. واحد، اثنان، ثلاثة. إنه لا يستقر على حال، إنه نبض 100,000 إنسان. وأنا أحبه ولا أريد أن أتركه. سوف تأسف على هذا حتى آخر يوم من حياتك. تقدم يا سجمور واتخذ إجراءاتك القانونية. تهنئتي لك يا حبيبتي.